مهندس ريهام أنور، أهلا وسهلا بحضرتك. مهندس محمد إبراهيم، مهندس رمضان شعبان رضوان، أهلا بيك. مهندس حاتم متولي، مهندس محمد الليسي، مهندس محمد سيد محمد، تشرف بيك كلكم. مهندس ياسر محمود منورنا. مهندسة غدا حازم، أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا المهندس عمر سليم، الناس الجهود المجهولة في، لكن هو طبعا في البيم يعني من الناس الاعلام يعني. طبعا بتكلم على ان هو يعني بيساعدنا معانا هنا، ربنا يجازيه خير. كل التحيه للموقع الجميل ده وبيم ارابيا، وان هم يعني وفروا لنا حاجه جميله زي دي، وانا سعيد جدا جدا بهذه التجربه الرائعه، وسعيد بيكم وتدعوكم معايا وتعاون فريق بيم ارابيا معايا. دي حاجه جميله جدا جدا جدا. انا عايز اقول ان يعني احيانا بيبقى في مراكز، والمراكز دي يعني المفروض الناس دي شغلتها ممكن بيكون بادائهم اقل من الاداء اللي موجود معانا، فربنا يوفقهم وجزاهم الله كل خير على مساعدتهم ليا خلال الكورس بفضل الله سبحانه وتعالى. وبشكركم على تعاونكم وتجاوبكم معايا، كان في مناقشات رائعه خلال الكورس، وإن شاء الله تستفيدوا من الكلام اللي احنا قلناه، ويكون فيه نفع في كل مجالات حياتكم إن شاء الله بإذن الله، والتوفيق إن شاء الله. جزانا وإياكم، ربنا يكرمك رب. باشمهندس برضه جالاكسي، جزانا وإياكم مهندس سلمى. باشمهندس جالاكسي نوت 9 غيروا الاسم، الله يكرمك، عشان كده في الحضور كان في معانا هواوي ودلوقتي معانا جالكسي. لا فضل بعد اي نبدا ان شاء الله بعد ما انت. اهلا اهلا وسهلا باشمهندس ابشر، بس تمام، انا عرفت حضرتك. اهلا وسهلا باشمهندس ابشر. حضرتك بقى غير الاسم من خلال اللي بيتغيروه ازاي؟ الناس تقول لك بقى يتغير من خلال الموقع، انت بتغير اسمك تغيره عشان حضور، مش عشان بيتسجل ضيف حضور. الله يكرمك مهندس عبد النعيم، ربنا يبارك في حضرتك. رب انتوا الشكر ليكم ان انتوا منورينا، وربنا يجازيك خير رب، ويجعل هذه الاوقات في موازين حسناتنا ان شاء الله كلنا. ايوه وصل، ظهر الاسم، ما تصعبش. الله ينور عليك، تمام كده، ظهر الاسم. جزانا وياك انت. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا مهندس مي، شرفنا بحضرتك. آه والله الحمد لله، الحمد لله اللي احنا كنا قادرين عليه عملناه، اكيد في تقصير يعني، اغفروا لنا اي تقصير، وان شاء الله ربنا وفقنا جميعا، ونستمر مع بعض كده. اي معلومه نحطها على الجروب، نراجع مع بعض، حد عنده اي، نعمل لقاء يعني، نشوف كده ايه السبل بتاعتنا، نعمل لقاء شهري ممكن يعني. شوفوا كده الافكار
نقترح مع بعض الافكار اللي احنا نتواصل بيها في المجال. لان انا عايز اقول لكم طبعا انا هبدا اتكلم بس من اول الساعه 9 ان اللي احنا خدناه ده قشور القشور. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا بتكلم في علم لا ينتهي. يعني ايه علم لا ينتهي؟ يعني انا بتكلم ان كل ممكن اللي احنا بنقول النهارده بكره تيجي مؤسسات تعمل ممارسات اداريه جديده. طيب في صدى صوت عند الناس؟ في فعلا صدى صوت ولا؟ يا جماعه يا ريت تجاوبوا بس عشان اعرف المشكله عندي ولا عند المهندس عمر. تمام، هو هي الفكره. مهندس عمر دايما لما بيكون في حد بيشتكي من مشكله لو الناس وافقته يبقى المشكله عندنا احنا اللي هو المرسل، لو هو ما فقوش يبقى المشكله عنده او نت او حاجه معه. يعني عليكم السلام ورحمه الله وبركاته مهندس محمود سلام، اهلا وسهلا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم نبدا بقى. بسم الله سبحانك لا علم لنا. لا مهندس عمر سعد مش حضرتك. مهندس عمر فتحي ربنا يكرم، مهندس عمر سعد كان بيشتكي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. زي ما كنت بقول دلوقتي وببدا، كل اللي احنا خدناه وهناخده في محاضره النهارده ما هي الا قشور اداريه، دردشه اداريه، معرفه لانواع الكي بي ايز، يعني ايه بالانس سكور كارد، مفتاح تبدا تشتغل او تبني عليه. كل اللي احنا خدناه ويعني وشفناه انت مفروض تبدا يكون مفتاح لتقرا وتسمع وتشوف فيديوهات وكل حاجه انت هتشوفها، تشوف تطبيقاتها في شغلك. طب هل بتطبقها صح ولا غلط؟ طب العالم بيتكلم ازاي؟ انا النهارده فتحنا مع بعض مفاتيح كتيره قوي، يعني حطينا حاجه اسمها كي بي اي لايبراري، مكتبه فيها كي بي ايز. ادخل كل ما في عندك كي بي اي جديده او عايز تصفصف حاجه ادخل وشوفها. النهارده قلت لكم على الموقع او الصفحه بتاعت سوري الحساب بتاع اليوتيوب بتاع الكي بي اي انستتيوت، ادخلوا عليه حساب بتاع الكي بي اي انستتيوت باسمه كده، اسمه كي بي اي انستتيوت معهد الكي بي اي، هتلاقوا عنده كم كبير جدا جدا من المحاضرات اسمعوها واحده واحده. عندك السلايدز اللي احنا اتكلمنا فيها، كل كلمه احنا بنقولها ادخل على جوجل خد كلمتين بالانس سكور كارد، خد الكلمه دي وادخل على جوجل هيطلع لك بقى تجارب وبراكتسز في البالانس سكور كارد. ممكن تبقى في المجال بتاعك تدور عليه وتبدا تشوف البروبلمز بتاعتك اللي بتواجهك ايه ومعلومات كتيره. فعايز اقول ان هي دي الستارت بتاعتنا، هي دي البدايه، وان ما حدش هيتوقف عن ان هو يتعلم العلوم الاداريه بالذات. كل يوم هتلاقي فيه جديد، كل يوم فيه تغيير. ف ان شاء الله تكون بدايه قويه، وان شاء الله يعني انا عايز اقول ايه؟ والله يعني حقيقي دي حاجه صادقه، انا بيجمعني بالكوميونتي بتاعت العلم والمانجمنت دي بيبقوا ناس يعني مفضلين عندي، ناس مجتمع محترم، مجتمع راقي، مجتمع اللي بيجمعني بيه هو علم، انا بيجمعني بيكوا بس هما يعني رقم واحد هو علم. بعدها في علاقات انسانيه الحمد لله، بعدها معظمهم اصدقائي على الفيسبوك او على اللينكدين او او او، فببدا ان انا اشوف طبعا ان انا بتكلم مع ناس فعلا راقيه ان هي بتطلب العلم، يعني زي علم الاداره. طيب الاداره واللي انا عايزه برضو القاعده المهمه اللي احنا عايزين نقولها يا جماعه، ملناش دعوه بالمسميات، ملناش دعوه بالمباني، ملناش دعوه ان اي حاجه اجي واحطها في مكاني بنفس المسمى وبنفس الطريقه وبنفس الشكل، لا الاستراكشر بيختلف. انت بتاخد معنى فدايما بتفهم معاي الحاجات وتشوف ازاي تليق عليك، يعني ازاي انت تليق الحاجه دي عليك او تشتغل ولا ما تشتغلش، وتشتغل بانهي طريقه. البالانس سكور كارد ممكن يكون عندك اسمها ما اسمهاش بالانس سكور كارد، اسمها بطاقه الاداء المتوازن ترجمه، او مسمينها اسم تاني التخطيط الاستراتيجي، ممكن يكون فيها اسماء كتيره. فدايما يا جماعه نكون اكثر مرونه في الاداره، نكون اكثر مرونه. ممكن الحاجه اللي هم بيقولوا عليها اجي اطبقها في مكاني ما تنفعش،
لان الناس سيكولوجيتها مش هتستحمل حاجه زي كده. فمش كل شيء احنا بندرسه في الاداره نقدر نطبقه بسهوله، لا، نعمل حاجه اسمها كاستمايزنج يعني، او تيلورنج، بفصل اي مسمى باخده وببدا ان انا اشوف ايه اللي يليق معايا وايه اللي يشتغل معايا. واي ممارسه محترمه يعني، انت ممكن فعلا تعمل حاجه تكون محدش عملها في مكان تاني لانها لايقه على المكان بتاعك بس. فلذلك احنا دايما بندور على الجود براكتسز. وفي اعتراض طبعا على كلمه بيست براكتس، كلمه مشهوره قوي في علم الاداره وفي الشركات، وان كان شركات كتير بدات تغير الكلمه من بيست براكتس الى جود براكتس. يعني انا بالنسبه لي ممارسات جيده، انما بيست براكتس يعني بيست براكتس على ايه وفين؟ ولو به هي بيست يعني معنى كده مفيش تطور؟ لا طبعا، الدنيا دايما عايشه مع تطور. نبدا مع بعض محاضره النهارده. مين اللي كده؟ مهندس احمد. محاضره النهارده بتتكلم بعد ما احنا عملنا يا جماعه البالانس سكور كارد بتعاطي الاداء المتوازن، النهارده هنتكلم عن حاجتين. اول حاجه، بعد ما انا عملت البالانس سكور كارد او بتعاطي الاداء المتوازن، عايز انزل اعمل لها كاسكيدنج. الكلمه دي انا دخت على ترجمتها. يعني ايه؟ يعني انا عملت مثلا مؤشرات الاداء للشركه، عايز اعمل بقى انزل، يعني ترجمتها بقى الحقيقيه الانتقال. يعني كلمه كاسكيدنج يعني متعدد او متتالي. بس انا عايز اقول ايه كي بي اي كاسكيدنج يعني ايه؟ يعني انت عملت مؤشرات اداء شركتك، طب عايز اعمل مؤشرات اداء لقسم، زي قسم التعاقدات، زي قسم التسويق، زي قسم الماليه، زي قسم الموارد البشريه، زي قسم الصيانه، زي قسم التشغيل. ازاي بتنزل من فوق لتحت؟ ازاي بتشوف هل نفس المؤشرات اللي موجوده عند الشركه تكون موجوده عندك في نفس الاداره؟ هنشوف مع بعض هاو تو كاسكيد الكي بي ايز، ازاي بطلع او باخد من فوق لتحت وبنزل واحده واحده. الموضوع الثاني اللي هنتكلم فيه النهارده، ازاي بنعمل فيجواليزيشن. يعني ايه فيجواليزيشن؟ يعني الرؤيه بقى، ان احنا نخلي الاداره يا جماعه مش هتقعد تقرا بقى الورق الكتير اللي انت كاتبه والمؤشرات والتحليل والاناليسز وازاي جمعت البيانات و و و، هو محتاج في الاخر اتشارت يبص بيه، ما عندوش وقت، عايز حاجه مرئيه يبص بيها. طبعا احنا عارفين ان في ناس بصريين او الجزء البصري بياخد العين دايما وبسهوله قوي، اقدر اعرف احنا مركزنا الكام في وسط الشركات، حققنا المستهدف ولا ما حققناهوش، نسبتنا قد ايه، بدل ما اقعد اشوف ارقام اعملها من خلال الداتا فيجواليزيشن، ودي هامه جدا جدا للشركه. دول الموضوعين الرئيسيين اللي هنتكلم عنهم النهارده واللي هنبدا نشتغل عليهم. طيب نبدا مع الموضوع الاولاني. بصوا كده على الموضوع من فوق لتحت الاول، ناخد الموضوع من فوق. شركتنا، مؤسستنا بيم ارابيا، بيم ارابيا ليها اوفرول فيجن، يعني ليها رؤيه كبيره. رؤيتنا نكون صرح تعليمي في مجال المجالات الهندسيه، فبناء عليه هنبدا نحط اوبجكتيفز، اهداف. طب عشان يبقى صرح تعليمي ما عندنا اهداف في مجال العملاء، في مجال المالي، في مجال العمليات الداخليه، في مجال الرابع اللي هو مجال النمو او الليرنينج اند جروث، يعني التعلم والنمو وكده. هنبدا نحط اهداف اللي موجوده فوق خالص. الاهداف دي هيبقى ليها قياسات، هي الكي بي ايز بتاعتها. هنحط تارجتس، احنا عايزين النهارده يبقى توسعنا مثلا كل سنه بنتوسع مثلا 50 دوره جديده او 5 دورات جديده او 6 دورات جديده، فانا بحط لها تارجت. ثم مش عارف احقق التارجت او عشان احقق التارجت ده بحط اكشن بلان. ده كل ده فين؟ فوق عند الاورجنايزيشن. الاول فكره الكاسكيدنج بتقول لك ان انت كشركه ليك رؤيه، ليك رساله بتترجمها من خلال مجموعه من الاهداف، واتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده. الاهداف يبقى لها قياس، القياس بنحط له مستهدفات اللي هي التارجتس، وعلشان نحقق المستهدفات دي محتاجين نعمل اكشن بلان. طب دي الشركه ككل. انا هبدا انزل تحت
عشان احقق الشركه ككل يبقى لازم كل الديبارتمنتس او الاقسام تحقق اهدافها علشان الشركه الكبيره تحقق اهدافها. ببدا انزل واقول والله الاوبجكتيفز بتاعت البيزنس يونت. كلمه بيزنس يونت يعني الوحده الشغل اللي موجوده. الماركتنج تعتبر بيزنس يونت، او بالنسبه لنا لو بنتكلم في مجال الانشاءات ممكن يكون بيزنس يونت. اوبجكتيفز وقياس نفس الكلام، وتارجتس واكشن بلان. ثم ببدا انزل إيه الى الافراد علشان اعمل الاسسمنت للتيم. بعد ما انا اشتغلت على الديبارتمنتس او البيزنس يونتس ببدا ان انا اشتغل على التيم. طيب التيم يعني حتى انت واخد بالك النهارده يعني دايما وانت نازل بتقول وات. يعني ايه بقول وات؟ يعني علشان احقق ده طب احققه ايه اللي احققه عشان ايه الاهداف اللي احققها في الجزء اللي تحت. طب انت عايز تحققه فوق، طب ازاي هتحققه؟ فدايما دايما وانت طالع او وانت من الاداره للشركه بتقول والله ازاي هاو احنا نحقق المستهدف ده. هنحققه بتحقيق اهداف الادارات كلها. يبقى الاهداف الادارات هتخليني احقق اهداف الشركه. العكس بقى، اهداف الشركه هتحقق عن طريق او مش عن طريق بقى، لو انا حققت كل اهداف الادارات طبيعي ومنطقي ان ايه اهداف الشركه هي بتحقق. طيب ندخل بقى مع حاله عمليه، هنشتغل على حاله عمليه اللي في صفحه البدايه، او قبل ما ندخل الحاله العمليه عايزين نقول ايه هي طرق الكاسكيدنج، يعني طرق الانتقال هي ايه. عندنا طريقتين رئيسيين او رئيسيتين. جماعه انتوا سامعيني ولا في مشكله؟ سامعين حضرتك بس دلوقتي مفيش صوت. مفيش صوت سامعني؟ كده تمام، انا سامع حضرتك دلوقتي. تمام معلش انا كنت خدت مره بس. طيب تمام. طيب بصوا يا جماعه، احنا عندنا طريقتين في كاسكيدنج. يا اما بناخد من تحت لفوق، يعني نعمل كل مؤشرات الاداء بتاعت الاقسام ثم نطلع بيها لغايه الشركه. وده بيكثر امتى؟ اني اشتغل من تحت لفوق لما يكون عندك مجموعه من البيزنس يونت اللي المفروض تحدد. يعني ايه؟ يعني انا شركه قبضه او هولدنج كومباني، شركه قبضه عندي مجالات متعدده بشتغل فيها. يعني عندي مجال الانشاءات، وعندي مجال التوريدات، وعندي مجال الاتصالات. مش هينفع اعمل كي بي اي من فوق. ليه؟ عندي بيزنس يونتس مختلفه. فلو هتكلم مثلا على العمليات، هتكلم عمليات الانشاءات ولا عمليات التوريد ولا عمليات الاتصالات. اذا انا كشركه قابضه ما بقدرش اشوف الصوره غير من تحت. والطريقه دي هي طريقه الكاسكيدنج اللي هي بيسموها بوتوم اب، او من اسفل الى اعلى. تستخدم امتى؟ لما يكون عندك شركه قابضه ومجموعه بزنس يونتس، بتكون هي دي الطريقه المفضله. طيب وان كانت الطريقه دي مش منتشرة، الطريقة الأخرى هي الأكثر انتشارا، اللي هي إنك بتعمل كاسكيدنج اللي بكده مثلا أحمد من أعلى لأسفل. طيب دي إيه؟ شركة توريدات، هي تخصص واحد وما هم الأقسام. فشركة التوريدات من السهل قوي إن أنا أحط لها كي بي آيز وأبدأ من فوق. ليه؟ نشاط واحد هو نشاط انا بشتغل فيه، شركه كبيره شغاله في توريدات فقط. فانا علشان كده بقى من السهل قوي ان انا اعرف الرؤيه والرساله، ومنها احط الاوبجكتيفز الاهداف، ومنها اطلع مؤشرات الاداء الرئيسيه في
كل المجالات او كل المنظور او اللي هي الاربعه برسبكتيفز، اللي المالي والعملاء والعمليات الداخليه، ورابع حاجه اللي هي الجروث او الليرنينج. دول الطريقتين اللي هم الشائعتين، بنشتغل من تحت ولا بنشتغل من فوق. الطريقه الاكثر انتشارا واللي احنا هناخد عليها مثال دلوقتي، ان انا هعمل كاسكيدنج من فوق لتحت او من اعلى الى اسفل. تعالوا كده نشوف مع بعض، نقلب. طيب، في حاجات معينه وانا بعمل الكاسكيدنج اخد بالي منها. يعني من الحاجات اللي اخد بالي منها هي تجنب تضاد الاهداف. شركه او مؤسسه من ضمن اهدافها تقليل التكلفه، في حين ان اداره التعاقدات استراتيجيتها جذب الموردين المميزين. فين المشكله هنا يا جماعه؟ مين يقول فين المشكله؟ مين يرفع ايده ويجاوب؟ فين التضاد؟ يعني التضاد جاي منين؟ تعال مهندس محمود سلام او مهندس محمد رينجل، افتح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. مهندس محمود محمود عبد السلام مع حضرتك. اهلا وسهلا مهندس محمود. وشكرا لحضرتك على تهنئتك ليا بالبي ام بي كده. شكرا ليك يا باشمهندس. لا يا باشا، الف مبروك يا باشا، ربنا يا رب ربنا يخليك. شكرا لحضرتك، ربنا يبارك فيك. العفو يا هندسه، العفو. اتفضل. في تعارض هنا وتضاد في الاهداف، ان جذب الموردين المميزين لازم هيكون تكلفتهم عاليه واسعارهم عاليه، وده بيتعارض مع استراتيجيه المنظمه اللي هي تقليل التكلفه. صحيح صحيح، يعني مؤسسة عايزة تقليل التكلفة وفي نفس الوقت ايه؟ عايزة موردين مميزين. إذا أصبح هناك تعارض ما بين الأهداف بتاعة القسم أو الديبارتمنت وتقليل التكلفة اللي هو الهدف العام في المؤسسة. جميل أوي، تمام، الله ينور بس، الله ينور. طب ممكن برضه يبقى في رد أهداف تانية. حد عنده أمثلة تانية؟ ممكن بتاع الاتش ار برضه التعاقد مع موظفين يعني اعلى كفاءات او اعلى كفاءات موجوده في السوق، برضه لو مع تقليل التكلفه يبقى في هيبقى في مشاكل او هيبقى في تضاد في الاهداف بتاعتي. حد عنده مثال؟ حد حاضر؟ انا طبعا صعوبه الموردين مميزين فعلا سعرهم عالي. جميل. تمام تمام. طيب نعمل ايه بقى؟ سؤال، نغير استراتيجيه المنظمه ونغير استراتيجيه اداره التعاقدات. مين؟ اكتبوا اكتبوا. مين؟ نغير استراتيجيه مين فيهم اللي يتغير؟ نغير التعاقدات ولا نغير المنظمه؟ ايه رايكم؟ انت دلوقتي في اهداف حصل بينها وبين بعض تضاد. صح ايه؟ مين اللي جميل قوي؟ مين اللي بيراعي هدف المنتج النهائي؟ لا جميل، نعمل توافق بين الاثنين. بص انا بدخل في ساعات في الاخر المنظمه من فوق، رؤيه اصحاب المصلحه هي اللي بتحكم كل حاجه. ففي الغالب اداره التعاقدات اللي بتغير اهدافها، ده منطقي. الراس الله ينور عليك، ايه الاصل؟ ثابت. يعني الاصل في الموضوع هو وصول بقى لنقط، نقط متقاربه او اهداف متقاربه. ازاي هغير من 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 من, من اصل دي يا جماعه اللي حاططها الشير هولدرز او الناس اللي هم مساهمين واللي هم حاطين فلوسهم هم حاطين. يعني في الاخر هتلاقي الاهداف دي اصلا اللي هو بتاعتهم هم. فواحد عايز يقلل التكلفه هتقول له ايه؟ صعب جدا. دايما الشغل يبقى مفهوم لتحت، اهو الاستراتيجي هي اللي هي بتحكم دايما. دايما يقولوا ايه؟ الاداره الاستراتيجيه او اللي هي الناس اللي فوق دول بيسموهم المخ، والاهداف تحت بقى اللي هو الادارات بقى التعاقد والحاجات دي، دول العضلات. فالمخ مش هيغير تفكيره، هو العضلات بدل ما هي بتضرب لا
هتتسبق بدل ما هي يعني مثلا يعني مخك المفروض هو اللي موجود فيه الاهداف، فالايد بتمشي تبعا للمخ. تمام، دي بقى دي مشكله ثانيه بقى، يقلل التكلفه. ممكن تكلفه كتير، جميل قوي، انا فاهم قصد حضرتك ايه، انه ممكن يقلل التكلفه فتاثر على الجوده فيزود. احنا بنتكلم هو في حدود المسموح. تمام، مناقشه جميله، الله ينور عليك مهندس عاصم. تمام، احنا بنتكلم بصفه عامه ما بين الاثنين. طيب، في المهندس محمد يوسف بيقول لك من امثله الوضع، شركه مولات عايزه صفر قفض اعمال، مش معينين مفتشين. مش معينين، هم مش حاطين اهدافهم دي، اكيد حضرتك شفتها قريب. بس هي هو مفيش تضاد في، هو في تضاد يعني مش في الاهداف، تضاد في التنفيذ عن الايه، عن الاوبجكتيفز او الاهداف اللي موجوده. طيب مهندس محمد طارق، احمد طارق عايز يتكلم، اتفضل يا باشا. اتفضل يا باشا، ممكن تسمح له مهندس احمد. مهندس محمد، اخبارك؟ ايوه اتفضل، اتفضل يا باشا. سامعني؟ سامعك. طيب انا شايف بس يا هندسه ان ممكن الاثنين اصلا ما يكونش بينهم تضاد، على اساس انه مثلا الاوتبوت اللي هيطلع من الشغلانة محتاج ممرض مميز، لان لو جاب ممرض تاني ممكن يكون كفاءته اقل، فبالتالي تكلفه الصيانه هتبقى اكبر، فممكن الهدف ده ما يكونش بينهم تضاد برضه. تمام، في وجهه نظر ثانيه اللي هي ازاي برضه مستقر فيها مع مهندس عاطف، اللي بيقول ان هو دايما يعني انك كل ما تنفق في الاوبريشن اكتر او فبيقلل تكلفه الصيانه، فبصفه عامه الجوده دايما موفره، الجودة أو تدي الحاجة حقها ده حاجة موفرة مش حاجة عالية. تمام، نقاش جميل، الله ينور عليك. طيب، شكرا يا هندسة. العفو يا هندسة، ربنا يكرمك، نورنا. طيب، أنا يعني خلينا مع الفكرة البسيطة شوية ونقلب بقى الصفحة اللي بعدها. غيرنا بقى استراتيجية التعاقدات، نقلب الصفحة اللي بعدها. بقى خلاص بقى نحسب المقاول هيجي يعمل ايه، ونشوف بقى. عارفين يا جماعه اللي هو التاكد كوست افكتيف، يا راجل هيجي يعمل لنا الفاليو بتاعته قد ايه، انا هبدا اقارن ما بين الكوست والفاليو. ليه؟ انا عايز اقلل التكلفه، هيعمل لي فعلا يسوى كده ولا لا؟ فالتاني بقى، وطبعا الجميل بقى اللي احنا نعمله في التعاقدات، نقعد نطرح المناقصه مره واثنين وثلاثه وندور على واحد، لازم نلاقي واحد بعد خمس ست شهور تتكلف اكتر. يعني طبعا دي احيانا الممارسات الجميله بتاعتنا، ان احنا ما بندركش ان الوقت فلوس. طيب، يبقى احنا هيبقى عندنا مجموعه من الاهداف ممكن تتضاد، فلذلك بنبدا نغير الايه الموضوع. فدي من الحاجات اللي بنتجمع. نكمل؟ طيب، نبدا بقى مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، مثال عملي. المثال ده بنقول ان احنا رحنا شركه مشروبات، كله معزوم اهو في شركه المشروبات. الشركه دي اعلنت، او بعد ما قعدوا قعده كبيره مع الناس وعملوا سيشنز وبداوا ياخدوا والله الاهداف بتاعتهم، طلعت عندهم مجموعه اهداف نقراها كده مع بعض. احنا عارفين طبعا بطاقه الدوله التوازن متكونه من اربع قسم. اول واحد فيهم نقرا كده على الشمال اللي هو المالي. المالي كان عندنا هدفين، هدف زياده الربح اللي مكتوب وتحتيه ضمان الثبات المالي. خلي بالك دايما الهدف بيتحط تحتيه مؤشرات ادائه، ثم الهدف بيتحط وتحتيه مؤشرات ادائه. فالبعد المالي لشركه المشروبات له هدفين، الهدف الاول هو زياده الربح، الهدف الثاني هو ضمان الثبات المالي او اللي بيسموه سستينابيلتي، او ان انا عندي في استابيليتي للفاينانس بتاعي. انا عايز اقيس زياده الربح، قال لك والله هنقيسها بالشركه بصافي الربح وبهامش الربح. الربح اللي هيطلع لنا بتاعنا او المارجن اللي هو الربح بتاعنا، يعني او صافي الربح اللي احنا هنشتغل. واحد فيهم هيبقى بالدولار، يعني هنكسب كام؟ هامش الربح نسبته كام في المية من الايه؟ الفلوس الاستثماريه. طب جميل. طب ضمان الثبات المالي او الاستابيليتي
قال لك والله هنشوف الاختلاف على الموازنه، بمعنى شركه المشروبات كان ليها موازنه واحنا ماشيين بيها شهر بشهر. هو سؤال بس نكلمكم، ايه الفرق بين الموازنه والميزانيه؟ يلا سالنا سؤال كده اعتقد. لا الفرق بين الموازنه والميزانيه اكتبوا ولا تدفعوا ايديكم. ماشي حدش غيره، حد عارف غير المهندس حمود عبد السلام؟ بس اتفضل يا هندسه. اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. الموازنه فيها المعنى المستقبلي، الاعداد اللي انا بعده وبجهزه كان انا اعمل موازنه السنه اللي جايه، ان انا هصرف كذا وهصرف كذا والانفاقات كذا والايرادات كذا، دي الموازنه. تمام. ميزانيه وليكن بعملها في اخر شهر 6 مثلا 30/6 اللي تم بالفعل الاكشوال، ايه اللي تم على الارض بالظبط وايه علاقته بالموازنه؟ انا كنت مخطط كذا في الموازنه، الميزانيه بتقول ايه بقى؟ ايه اللي تم بالفعل؟ هل هو زي الموازنه ولا مختلف عن الموازنه؟ يعني كأن الموازنة هو بلاننج للميزانية مثلا. تمام. والناس هنا ما شاء الله برضه مجاوبين زي حضرتك، الله ينور عليك. تمام. شكرا لك. شكرا. جزاك الله خير. زي ما الباشمهندس قال كده، الموازنة احنا بس الحاجات دي عشان هنمر بيها في شغلنا. الموازنة بنتكلم عن شيء في الفيوتشر. فأنا النهارده كنت حاطط موازنة قد كده وصرفت فعلي قد كده، فالاختلاف عن الموازنة يعني اختلاف الأكشوال عن البلان. فدايما الموازنة بالظبط ما هي تقديرية. انما الثانيه فعليه. ممتاز. تقديريه عشان بتتكلم عن المستقبل. انا عمري ما هدور عن، انما ميزانيه فعليه لان انا بشوف فيها الاكشوال اللي انا صرفته فعلا خلال السنه. فده الفرق ما بين كلمتين الموازنه والميزانيه. طيب مصاريف التشغيل، يعني انا احنا كل يوم بنعمل مصاريف التشغيل، بنصين معداتنا او بنشغل المصنع بتاع الشرب او كده، فبنبدا نشوف المصاريف قد ايه ونحطها في مستهدف احنا واضعينه، وده للشركه. النقطه الثانيه بعد المالي، طبعا انا كشركه هدفي رقم واحد هو المالي، انا طالع من فوق هنزل لتحت. هدفي رقم واحد هو المالي، هبدا بعد كده طبعا عشان احقق المالي ده اكمل فين؟ في اليمين عند العملاء. انا عشان اكسب لازم الناس ترضى عن شغلي. ف يعني عاوز اقول لكم حاجه على حته كسب العميل دي، احيانا بعض الشركات قليله الخبره بسوء تصرفها بتخسر عملاء. العميل فلوس، العميل بيجيب عميل تاني. بعض الناس للاسف علشان يكسب 10 جنيه بيخسر عملاء كتير قوي قوي. ده عدم ذكاء ومش فاهم يعني ايه ان العميل هو اللي بيطلع بعد كده بيجيب فلوس. من اهم اساليب الماركتنج وورد اوف ماوث. انت الناس قالت عنك ايه في شركتك؟ شركه المشروبات دي الناس بتقول ايه؟ بتبلغ نفسها، بتبلغ بعضها بايه؟ العملاء عندي هدفين، ضمان ولاء العملاء. انا عايز الناس تبقى عندها ولاء للعملاء اللي هم احنا. ايه الولاء؟ لا يعني المنتج ده، لا واحد يقول لك والله لا. التلفزيون مثلا يقول، تقول له مثلا يقول لك ماك يا باشا، لا انت عايز تاكل روح كله عند ماك ماكدونالدز مثلا. والتاني يقول لك لا بص انت عايز تاكل بقى اكله جامده كل عند كذا. تلاقي بقى يعني لو انت جبت سيره الاكل على طول يقول لك ماك. هو عنده ولاء للمكان، مش مثلا لسه سالته انت ما سالتوش، هو على طول موجود عنده. الشركه دي مشروبات محتاجه تزود السوق بتاعها او تعمل انكريزنج للماركتنج بتاعها، فده الهدف الثاني. من ضمان ولاء العملاء ممكن احققه بحاجتين. اول حاجه، حاجه اسمها صافي درجه الترويج، بالانجلش اسمه نت بروموت سكور. اتكلمنا عنه قبل كده واعتقد موجود في الجروب. ان انا بقول للناس وتناقشنا في حته 9 و10 والكلام ده كله. بنقول والله كام واحد بيديني 9 و10؟ 20% من الناس. الناس دي اصلا هم البروموتر بتاعي او الماركتيرز بتوعي. فانت كام في المية من الناس معجبين ومتيمين بالمنتج بتاعك؟ فده هيبقى من نت بروموت سكور. الريكرنت دول اللي هم العملاء الحاليين اللي كانوا اشتغلوا قبل كده، اللي رجعوا لك. فنسبتهم قد ايه؟ اللي جاب الحاجه بتاعتك مره ورجع لك تاني. طيب هدف زياده السوق،
ايه بقى الكي بي ايز بتاعته؟ اول واحده نسبه المشاركه في السوق اللي هي بنسميها الماركت شير. احنا نسبتنا 20 10 15 زي ما يطلع. كمان عدد العملاء في الشهر اللي هم اللي قلنا بدايه كام عميل تتعامل معاهم في الشهر. فده الهدف اللي موجود او الكي بي اي اللي بيقيس زياده السوق من خلال العملاء. ننزل تحت شويه. انا عشان اجيب عميل محتاج اكون بشتغل صح. فنبدا نخش على اللون الاخضر العمليات الداخليه. وعندي هنا هدفين. الهدف الاولاني هو زياده حجم الانتاج. الهدف الثاني هي المحافظه على الحد الادنى من المخزون. ان انا دايما يكون عندي حد ادنى. لما الناس تطلب المشروب بتاعي في مدينه من المدن اقل مخزون. طيب زياده حجم الانتاج هتقيسه ازاي؟ هقيسه بعدد المنتجات. هقيسه الوحدات المنتجه لكل ساعات عمل. كل دي كي بي ايز بتقول والله هل في زياده حجم الانتاج ولا مفيش. طب من اهداف العمليه الداخليه ان يكون عندي مينيمم ستوك او الحد الادنى من المخازن. يا ترى يا هل ترى العصير اللي موجود معايا في المخازن يكفيني اغطي السوق قد ايه؟ 3 شهور 4 شهور اكيد انت عندك عدد معين المفروض انت عايز تحققه. كمان بتقول قيمه المخزون الامن اللي هو السيفتي او السيف موجود عندك هيبقى قيمته قد ايه؟ برضه ده هيبقى يعتبر كي بي اي تشوف فيه الهدف بتاع او المحافظه على الحد الادنى من المخزن. مخزون. كمان ندخل بقى على الافراد والناس اللي شغاله معاك اللي انت لازم تهتم بيهم. عندك هدفين مهمين، ان الناس تكون راضيه عنك، وان يكون عندك ضمان لتحقيق الموهوبين، ان يكون عندك ناس تالنت موهوب. طيب الاولاني هيقيسه ازاي؟ هاخد منهم نسبه رضا الموظفين. قلنا ان ده مش كافي، طب ايه يا عم اللي كافي؟ تشوف معدل دوران العماله. هي الناس بتمشي نسبة اللي بيمشوا بالشركة قد ايه؟ بالاثنين دول مع بعض ابدأ اعرف فعلا انا فعلا محافظ على مستوى الرضا ولا مش محافظ. الناحية التانية ضمان اتاحية الموهوبين. الناس التقيلة الكبار اللي انت حاطط فيهم امل الصف التاني بتاعك، هل دول كام خطة ناجحة للناس دي؟ عشان تعرف ان في ناس موهوبة موجودة ولا لا. برضو عايز تعرف عايز المتقدمين لكل وظيفه. كل ما العدد كانت كبيره كل ما انت نسبه انك تجي لك مواهب يعني المواهب اكتر، يعني غير لما يكون بيجي لك اصلا العدد قليل. شركه مثلا مش مرغوب ان حد يشتغل فيها، لا كل ما الناس بتجي لك كتير بقى عندك قاعده عريضه تشتغل من خلالها. دي كده يا جماعه هي بطاقه الاداء المتوازن للشركه ككل. يلا بينا نروح على اداره التسويق ونبدا نعرف يا ترى يا هل ترى اداره التسويق هتكون فيها الشغل عامل ازاي. نقلب عايزين نعمل بطاقه الاداء المتوازن. ايوه لما نيجي بقى ناخد او ننقل من الشركه ككل للاقسام هيبقى عندك 3 حالات موجودين معاك دايما. اما انك واخد نفس اهداف الشركه وهي هياها نفس الاهداف ونفس المؤشرات موجوده جوه القسم او الاداره، او نفس الاهداف لكن المؤشرات اللي بتقيسها مختلفه، او في اختلاف في الاهداف والمؤشرات. يبقى النهارده وانت بتاخد الكي بي اي او البالانس سكور كارد بتاعت الشركه وعايز تنزل بيها على اداره التعاقدات، على اداره الاتش ار، على اداره الماركتنج، وعايز انزل بيها، طب هيبقى عندك 3 حالات هيحصلوا معاك وهنشوفهم كده مع بعض. يا اما حاجه نزلت نفس الاهداف ونفس المؤشرات، يا اما نفس الاهداف بس اختلفت المؤشرات، يا اما لا اهداف مختلفه ومؤشرات مختلفه. خليكم معايا بقى واحنا بنعمل الحاله العمليه دلوقتي، تقولوا لي هي رقم 1 ولا رقم 2 ولا رقم 3. نقلب كده. طيب طب مهندس احمد كده ان شاء الله نركز معايا عشان ايه دلوقتي هيبقى فيه انيميشن كتير او حركه كتير. لما اقول لك على طول ايه تشتغل معايا. طيب اول حاجه دلوقتي عندنا الشركه زي ما قلنا اللي هي العملاء
عندها هدفين، ضمان ولاءة العملاء وزيادة السوق. جميل قوي. انا النهارده عايز ابدا اشوف ادارة التسويق في المكان، يا ترى هل اهدافها هي هيها وهل كي بي اي هي هيها؟ تعال نشوف كده. لما جينا نشتغل دوس كده هندسة وعايزين ننزل، ايوه اه قسم التسويق، الله ينور عليك. نقف بقى كده، نقف كده. العملاء فيها ضمان ولاء العملاء، ده الهدف، نفس الهدف. لا طيب ايه الهدف الثاني؟ برضه زياده السوق، يبقى الماستر الماركتنج. طيب قبل ما اسال نفس السؤال يا باشمهندس، انت بدات هناك بالايه؟ بالمالي، ليه بدات هنا بالتسويق؟ دي بقى الحته المهمه، انك بتعمل كاستمايز يا جماعه. شغل الماركتنج هو الاصل فيه العملاء، هو بيزد على العملاء، فلذلك التاج بتاع البالانس سكور كارد الخاص باداره الماركتنج يبدا بالعملاء، ما يبداش بالفلوس. وهي دي بقى النقطه، ايه؟ انك بنقل من الشركه اللي عايز تكسب للاداره اللي هي اهم حاجه عندها العملاء، موضوع الفلوس ده مش تبعها اصلا، او في المرتبه الرابعه. واضحه الفكره؟ ان انا ليه ببدا هنا بالعملاء رغم ان انا بدات هناك بالفلوس. هنا بعد ما نراقب العملاء هنيجي نقول طب انا النهارده في القسم صافي درجه الترويج دي تنفع معايا؟ اه طبعا تنفع. طب العملاء الحاليين العائدين طبعا ده بيجسد شغلي انا كقسم تسويق. يبقى هي طيب دوس كده هندسه. تمام. لا في ارجع كده بس، ارجع كده، في حاجه حصلت؟ لا ارجع ماشي. ايوه تمام اه بالظبط. طب نقف بقى ايه زياده السوق، اعمل اثنين بس، اثنين بنقف. تمام. نسبه المشاركه في السوق عايز العملاء في الشهر. السؤال بقى يا جماعه، هنا الكي بي ايز والاهداف اللي موجوده ما بين التسويق والشركه، ايه رايكم؟ هي من النوع الاول ولا الثاني ولا الثالث؟ مين يقول؟ من النوع الاول. تمام برافو. نفس الاهداف ونفس المؤشرات، لان كل حتى الفكره بتاعت الشركه كلها هي فكره الايه؟ ان هي التسويق، العملاء، ونفس الفكره، نفس الاهداف ونفس المؤشرات. تمام الله ينور عليك. جميل. طب نقلب بقى، ندخل تاني. العمليات الداخليه، اول حاجه زياده حجم الانتاج. لحظه بس زياده حجم الانتاج والمحافظه على الحد الادنى من المخزون. ممتاز جدا. سؤالي، هل زياده حجم الانتاج حاجه تنفع مع اداره التسويق؟ وانا علاقتي ايه بزياده حجم الانتاج؟ اذا هذا الهدف ما ينفعش يكون هو الهدف بتاعي داخل القسم. فهو انت بتنزل ده ما ينفعش تستبعد الهدف ده. ليه؟ لان عمل اداره التسويق ملوش علاقه بهذا الهدف. حد الادنى من المخزون وانا مالي؟ برافو عليك، ما تنفعش مع التسويق. طب يا ترى ايه العمليات اللي ممكن تنفع مع التسويق او الاهداف؟ نشوف كده مع بعض. ضمان حملات تسويقيه فعاله، ده اول هدف بعد ما قعدوا بتوع مع بعض وقالوا ايه، لا مش هتنفع الاهداف دي، تعالوا ندور على هدف ثاني. طب ايه الهدف الثاني؟ المحافظه على التفاعل مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا النهارده عارفين موضوع التسويق ده اهم حاجه النهارده، مواقع التواصل الاجتماعي. وزي ما احنا عارفين احنا كلنا ماسكين الموبايلات ليل ونهار، ودي ناس يعني 24 ساعه وحاجه غير طبيعيه. فاصبح موضوع الكي بي ايز اللي بتشتغل معانا مهم قوي الموضوع. طيب ضمان حالات تسويقيه فعاله، تفرق المؤشر اللي بيقيسها، شوف كده. نسبه المعرفه بالماركه، نقف كده. ايه بقى نسبه المعرفه بالماركه؟ يعني الناس احنا مثلا عصير جهينه، نفترض مالناش دعوه، سيبنا من جهينه حاجه ثانيه. عصير ندى، اي حاجه. تمام. هنا
الناس عارفه البراند بنسبه قد ايه؟ لو رحنا نزلنا في مدينه وعملنا استطلاع راي، فده معناها ان الحمله التشريعيه فعاله بنسبه الاويرنس بالبراند نفسه. طيب بعد ما عملت حمله الترويج دي او عملنا اللي هي الحملات، كم عميل جالي جديد؟ اذا بقيس ضمان حمله تسويقيه فعاله بحاجتين، ان كام واحد عرف الماركه زايد، كمان عمل العملاء الجدد بعد حملات الترويج. طيب ركزوا معايا بقى، انا مش عايز ما تجيبش الكي بي ايز دي. مين يقول لي المحافظه على التفاعل بمواقع التواصل الاجتماعي هنقيسه بايه؟ اكتبوا كده، شوفوا وروني كده اشترككم، هنقيسه بايه؟ احنا شركه اهو وعايزين نحط الهدف ده، المحافظه على التفاعل بمواقع التواصل الاجتماعي، نعمل ايه؟ ايه المعيار بتاعه؟ عدد الفولور ممتاز، ايه ده؟ جميل. عايز ريفيوهات، تمام. عايز المشاركات، رائع. لايكات، الساتن بوكس، الله ينور عليك. ده دي كوميديا. يعني طيب الكومنتس جميل جدا، كل دي بقى انت هتشوف منهم هو مشاركات الاعجابات التعليقات، هتشوف منهم ايه اللي بيدينا اكتر، بيسموه تراك، تراك اكتر في الموضوع. بس بتصيف ارد ردك على الكويشنز، الله ينور عليك. تمام. بمناسبه السعر انبوكس يا جماعه، يعني ايه رايكم في السياسه دي؟ الغريب والعجيب الناس لسه مستمره عليها، انا مش عارف ليه في السوق المصري. يعني تمام. طب ممله طبعا، بالظبط، سيئة جدا. بصوا يا جماعة، أنا عايز أقول لكم حاجة. للأسف أنا مش عارف يعني. بصوا أنا هقول لكم حاجة، هقول لك. يا عم أنا داخل يا عم آخد كورس كي بي أي، ماشي؟ في مكان ما. رحت أقول له، راح قال لي السعر إنبوكس. اضطريت في الآخر، والله المحاضر كويس والدورة محتاجها ومش عارف إيه. أول حاجة إدتني نيجاتيف، يعني أنا ممكن أكمل على فكرة، في ناس بتكمل. الناس لما يقول لهم انبوكس بيكملوا. تمام يا هندسه، يعني حضرتك سلوكيا حضرتك مش هتكلمه، واحد تاني محتاج الكورس هيعمل ايه؟ هي ليها اهداف طبعا، بس اهداف ما هي عيوبها ايه يا باشمهندس تامر؟ عيبها الكبير انك بتبوظ لي هدف كبير قوي، الشفافيه. بتبين لي ان انت محمد عصمت لما بيدخل معاك بتدي له سعر، وتامر بركات بياخد سعر تاني. اكيد كده، امال ليه انبوكس؟ ما انت ليه انبوكس؟ انا مش فاهم. بالظبط، ليه انبوكس؟ بيعرف يتفاوض معاك بتديله. فحتى لو ما بتعملش كده، انت عايز تخفي سعرك عن المنافسين، حاجات كده ايه؟ اونطه كده يعني. بالظبط، الله ينور عليك، تمام، برافو عليك. هي الفكره دي باشا. هو السعر اللي فيه مشكله؟ يا باشا انا جودتي في بضاعتي. جودتي في البضاعه، هو المفروض الانسان ما يبقاش جودته في ايه؟ هو هدف تسويق، انا معك، ولكن هو علماء التسويق بيقولوا عليه مش كويس. ان هو تعليقات اكتر، ماشي جميل، ما بيضرب حاجه ثانيه. احنا على فكره عارفين اللي هي جميله والله، هي بتجيب حاجات كويسه، لكن بتضرب في حاجه اساسيه بيسك، بتضرب في الفيلم. يا جماعه يعني ايوه، بوظت لك الدنيا. يعني انت بالظبط كده، هيكلمه بوكس ويعرف السعر. صحيح والله، حصل فعلا. طيب تمام، فيعني اتناقشنا في النقطه دي، مما لا شك فيه ان ليها فوائد، والا ما كانش حد عملها. خلينا بس نتفق على كده. لكن دايما وانت شغال في حاجات اساسيه ما ينفعش تنزل عنها، اللي هي مصداقيتك، شفافيتك. طبعا ده اللي عايز يشتغل نظيف. وهل في حد بيشتغل نظيف في السواقه المصريه والعربيه؟ في صدقوني، في والله. ما نفقدش الثقة في المجتمع كله، لا العكس، فيه وفي كتير كمان. خلونا كده ايه، نتكلم عن النقطة، نكمل النقطة. طيب فزي ما انتوا قلتوا كده، عدد البوستات، عدد التعليقات. طب نشوف كده احنا كاتبين ايه الكي بي ايز بتاعتنا. عدد البوستات في المواقع اسبوعيا، يعني انا عايز اشوف والله انت عدد المشاركات لكل فيديو، انت عملت فيديوهات، الناس بقى عملت شير قد ايه.
مش انا مش عاجبني لايك بقى، انا عايز شير بقى. الشير ده هو اللي بيروح لاعداد كبيره ايه عندك. طيب نقلب كده، جميل. عايزين ناخد او ناخد الافراد والتعلم والنمو ونبدا نسقطه على القسم بتاعنا. هنلاقي نفسنا اول حاجه احنا عايزين ناس تبقى راضيه، ينفع الهدف ده؟ ينفع الحفاظ على مستوى عالي من رضا الموظفين؟ ينفع كده؟ هو الهدف ينفع، ماشي. كان في المثال حطيت هدف تاني بس انا شايف ان هو ينفع، يعني الهدف الاولاني ده ينفع، ماشي يا جماعه في الاداره عادي، مش مشكله. انا حطيت هدف تاني اللي هو تنشئه ثقافه التعلم، تمام. الهدف التاني ده ما ينفعش، ما ينفعش، هو ضمان اتاحيه الموهوبين. نشوف كده. وايه؟ لا انا مش مركز بقى، ماشي تمام، ماشي يبقى تمام، معلش انا ما ركزتش فيه. وان كان انا رايي الشخصي ان هو كان الاثنين ينفعوا، ماشي، ضمان تحيه الموهوبين. طيب، طب تنشئه ثقافه التعلم هيبقى ايه الكي بي ايز اللي هنقيس بيها؟ طيب بص يا جماعه، انا عايز نقول برضه على حته مهمه في النقطه دي. هو ممكن يكون هدف تنشئه ثقافه التعلم اهم من هدف الحفاظ على مستوى عالي من رضا الموظفين. يعني الاداره في فرق من الشركه اللي بتبص على مستوى الرضا بتاعها، ففي هدف اهم ان الناس اللي موجوده تبقى عندها دايما ثقافه التعلم، لان الماركتنج دايما انت بتبص اوت اوف ذا بوكس، دايما انت دايما بتطور نفسك. علشان كده الهدف ده طلع اقوى من الهدف بتاع الحفاظ على مستوى عالي من رضا الموظفين، وان كان ممكن كان يبقى موجود. ضمان اتحاد الموهوبين، لا طبعا الناس لازم موهوبه لان ده في الشركه الموجوده عندنا. طب ايه الاهداف بتاعتنا؟ نشوف كده بالظبط. هنلاقي هنا في نقطه، تم تغيير الهدف الاول بالظبط، تمام، بتنمي الناس اللي عندك. الله ينور. تم تغيير الهدف الاول انه الحفاظ على مستوى عالي بتنشئه ثقافه التعلم، فلما غيرت الهدف بقت حاجات ثانيه خالص. عدد ساعات التدريب لكل موظف في التسويق خد كام؟ ده خد عدد ساعات قد ايه؟ نسبه الموظفين اصحاب الكفاءه المطلوبه. طب في ضمان الاتحاديه؟ لا، هو فحتى هنا في الاهداف في هدف خدته بالكي بي ايز بتاعته، وفي هدف لا شلته وحطيت هدف ثاني لان في هدف ثاني اهم بالنسبه لقسم التسويق. طب مين بيحدد يا جماعه؟ الناس اللي شغاله في القسم، شغاله في الاداره، واللي عارفه ايه اهميه قسم التسويق، بتبدا تشوف الاهداف بتاعت المؤسسه اللي تليق معانا واللي ما تليقش معانا او بتكون اقل اهميه من الاهداف اللي عندنا. طيب. ندخل على النقطه اللي بعدها وهي المالي، وده في ظل القايمه عندي في المؤشرات. ليه؟ لان قسم التسويق مش انا اللي ماسك الشؤون الماليه، انا بس هبدا اشوف ايه الاهداف بتاعتي. زياده الربح انا مش مسؤول عن زياده الربح. تمام. عدد المؤشرات ونوعها حسب استبيانات ولا حسب ايه المعيار اللي اختار بيه؟ ده بيه قوي. عدد المؤشرات ونوعها عدد احنا طبعا حاطين اثنين لكل هدف، كل هدف له اثنين. على حسب انت الهدف ده يتحقق ازاي؟ يعني مثلا احيانا هناك مؤشر، هناك هدف يتم تحقيقه بمؤشر واحد واضح، وهناك هدف غير كافي فيه مؤشر واضح. كنا ضربنا مثال قبل كده وقلنا ان هدف زي هدف مثلا رضا العملاء، فلقينا ان استبيان ما بيغطيش الموضوع. طب معاه ايه؟ الشكاوى مثلا. ممكن الاستبيان والشكاوى ما يغطوش، ازود واحد تاني. اذا عدد المؤشرات اللي بتقيس الهدف باخدها على حسب راي اللجنه اللي بتشتغل على الموضوع، هل فعلا الهدف سيتم قياسه تماما ولا لا؟ هدف ممكن يقاس بمؤشر واحد، ممكن يقاس بمؤشرين، ممكن يقاس بمؤشر بثلاث مؤشرات، على حسب ما انا شايف ايه المؤشرات اللي ممكن تقيس الهدف نفسه. طيب نيجي بقى على قسم التسويق، قال لك والله عايزين يبقى عندنا ضمان الثبات المالي. طب ازاي ده بقى هنعمله؟ قال لك والله انت عندك حملات
العفو في الرأسمالية مثلا. عندك في حملات ترويجية ونشوف كده مع بعض ايه المفروض الفارينس او الاختلافات اللي عندك. نشوف كده يا باشمهندس احمد. ايوه احنا عندنا والله في موازنه صرفنا نسبه الاختلاف عن موازنه الحملات التسويقيه في الميه. مش هل ممكن حمل التسويق تفشل والربح يقل للشركه؟ اكيد طبعا. ما هو بص حضرتك احنا بنبدا عايزين نحقق هدف هدف. وكل ما نحقق هدف هدف بنشوف المؤشرات بتاعته. فمن خلال كل اهدافنا الهدف اتحقق او في هدف ما اتحققش بنبدا نشوف المشكله. مش احنا مش هل ممكن حمله التسويق تفشل والربح في الشركه؟ اطلع صعب كده شوف سؤالك. تمام يا هندسه بس انا بالنسبه لي مش هدف الربح. يعني انا مش في الفيو بتاع الربح. انا في الفيو بتاع شغلي انا فقط. فيو الربح مش مسؤوليتي. مش هدف من الاهداف. انت دلوقتي قاعد في قسم التسويق. واضح؟ فالربح هيعمل لك مشكله. ايوه كلامك صح. بس انا بقول هدفك انت بتاع قسم التسويق ايه؟ مش زياده الربح مش بتاعك. طبعا شغلك وصلت؟ تمام فهمت. وده كان شغلك شغلنا دايما اداره الصيانه هيبقى هدفها ايه؟ هدفها بقى في الاعطال وازاي ما يحصلش اعطال وعدم وجود اعطال متكرره وان الحاجات تصلح في زمن قليل. كل ده بقى بالنسبه لنا هدف انا هشتغل عليها في اداره قسمي. فانا ببص من البيو بتاع القسم فقط. فقال لك والله الاختلاف عن موازنات الحملات التسويقيه. لان النهارده انت كنت داخل وتقول انا هصرف على الحمله الفلانيه مثلا 100,000 عشان مثلا 20,000 واحد يشوفوني او 20,000 واحد يتعاقدوا معايا. فانت اكيد طبعا التسويق الجاهز هيجيب الربح اكيد. فانت هتعمل ايه؟ هتشوف على اختلافات حصل زياده نتيجه ان التسويق ده كان فيه مشكله في الدراسه بتاعته. فده هنا هتبص بقى ده بدا يسحب مني. فهنا نسبه الاختلاف هتقيس لك ضمان الثبات المالي. ايه تاني ممكن يقيس لك؟ مصاريف التشغيل لقسم التسويق. يعني قسم التسويق بيحجز مثلا ويبس او مواقع او شغل بقى اللي هو الايه اللي هو اليومي اللي بتعمل فلوس عشان المصاريف التشغيل كلها. فدي بالنسبه لنا هتبقى حاجه من اللي انت هتبص عليها. قيمه التوفير المحققه على النفقات. يعني انت النهارده حصل توفير قد ايه؟ فده هيكون احد المعايير اللي انا ببدا واتاكد منه عن ضمان الثبات. دي مبين لنا حته انا في الشركه وببدا انزل ازاي للاداره بتاعتي وبعمل مع ما يسمى بالكي بي اي كاسكيد. ندخل على المرحله الثانيه وهي قسم التسويق. عايزين ننزل للفرد بقى للمسوق ذات نفسه بشحمه ولحمه. في مجموعه ارشادات علشان لما تنزل بالاداره للفرد. اول حاجه انا عايز اقيس اداء المسوق الفلاني المهندس عطف حبيبي. هو عشان اشتغل في شركه قال لك والله التسويق ده احسن مش مليون مره مش من الهندسه. فبدا ايه يشتغل في التسويق. فانا عايز عشان احاسب المهندس عطف اللي اشتغل في التسويق هبدا اشوف الحاجات المؤشرات اللي بتقيس اصلا مباشره بادائه. ما تجيبلوش حاجات هو ملوش دعوه بيها. بالظبط ممكن يكون مباشر تاتي ممكن. خلي بالك دي افتراضات فيها كلام. كل اللي احنا بنقوله ده هنقعد مع بعض ونراجع ونشوف فيها اخطاء. فملاحظاتكم جيده مش اي مشكله فيها. النقطه الثانيه مش لازم تملى كل منظور. يعني صعب قوي انك تملى المنظور المالي للفرد. صعب جدا انك تعمل منظور مالي لفرد. ده فرد موظف بياخد مرتب هتحسب له اهداف ماليه ازاي؟ اهداف ماليه تقيس بيها اداؤه ازاي؟ فيعني اكشولي الموضوع صعب شويه. فانت مش لازم تطلع كل يعني كل منظور وتطلع له مؤشرات اداء. دي النقطه الثانيه مهمه وتطلع. طبعا انت بتحدد بقى المؤشرات اللي ممكن تقيسها. خلي بالك ان في حاجات ما بعرفش اقيسها.
كان احد الزملاء كان عايز، يعني كان مدير يعني، فكان عايز يقيس الناس بتطلع يعني بتسيب ألمها قد ايه، يعني عدد ساعات عدم الشغل. ايه رأيكم؟ تعرفوا تشوفوها تقيسوها؟ يعني هو عايز يشوف احنا بنقيس بنشتغل قد ايه. فتخيل بقى اول ما اتكلم زميلك روح كاتب انت من دقيقه كذا لدقيقه كذا، عمل حاجه شبه كده يعني، فكان طبعا حاجه جميله يعني. ف مؤشرات صعبه جدا يعني، حط مؤشر يمكن قياسه يعني، اقعد احسب بقى الموظف دخل الحمام قد ايه بالظبط، مهم الانتاج، هو مش عارف كلم زميله قد ايه، جات له مكالمه رد عليها ولا لا، جات له. عايز اقول ان هناك بعض المؤشرات يصعب قياسها. انا بضرب مثال بسيط بس. بالظبط، الله ينور عليك يا هندسه، نص الشركه ده بالنص الثاني، هو فعلا كده. يبقى عصافير على بعض. تمام. طب مهندس محمد جد الله عايز يضيف اضافه، اتفضل يا هندسه. السلام عليكم. انا بس عليكم والله السلام ورحمة الله. المثال ده حضرني لاني اشتغلت مع 2 مديرين مختلفين، الاتنين واحد فيهم مش مهم تحضر اصلا، ولا مهم يشوفك، ولا مهم يسمع صوتك، بس المهم ان انت تنجز شغلك. بيقول لك انت راجل مهندس يعني دير نفسك، المهم في الاخر انا عندي التارجت عايزك تحققه باي طريقة بقى، انت دير اختار الطريقة اللي انت عايزها. جميل. المدير التاني المهم عنده انك تبقى موجود طول الوقت في المكتب، مش مهم بقى انجزت ما انجزتش، بس هو يعني لو طلبت اجازه امرجنسي لا 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 زعلان جدا، انا عايزك تبقى موجود في المكتب وخلاص. فطبعا يعني المهم في الاخر حفاظ على الانتاج. انت ده الفرق حفاظ على الشكل يا هندسه، واحد بيحافظ دايما على الشكل وعلى الاستراكشر، ان الناس تكون موجوده علشان يعني اي كبسه اي حد يجي لك كده، فانت شكلك حلو بس كينونتك ايه بقى؟ هو الانتاج زي ما انت بتقول، يعني انت شكلك قدام الناس، الناس قاعدين على مكاتبهم وزي الفل، المهندسين قاعدين والعمال موجودين وكل الناس موجوده، او كل اللي همه. طب في الاخر فين الانتاج؟ فين الانتاجيه؟ فين التسليم في المواعيد؟ فين الحاجات اللي ما بترجعش لما بنسلمها؟ فطبعا طبعا يعني طبعا المدير الاول هو يعني اكثر وعيا يعني، وان كان دي بقى على حسب الناس يعني، شايف ان هي حته بقى اني اشوف الحضور والانصراف دي على حسب الناس الموجوده وعلى حسب التعامل مع اي فئه يعني. والله صدقني بعد فتره الناس اللي ما كانتش ملتزمه بقت حابه الموضوع وبقت بتلتزم من نفسها يعني، وفي الاخر انت بتشتغل مع الراجل الاولاني ده باريحيه جدا، لانه سايبك تبدع، سايبك تشتغل براحتك، المهم في الاخر بس بيحاسبك، خلي بالك، والحساب بيبقى صعب قوي قوي على فكره طبعا يعني. يعني طبعا حسابه طبعا كان صعب جدا، بس في الاخر انت بتبقى مبسوط يعني. انا بصفه شخصيه كنت بالظبط مبسوط بالظبط، بالشغل معاه بصراحه. ما عشان بتنتج هندسه، عشان انت كلنا عايزين ننتج، انما بالظبط. ان يبقى حابسك بقى في مجي ومروح والساعه كذا والساعه كذا، يعني زي ما بقول كده، انا بقول دي ممكن تكون مع فئه معينه بطريقه معينه في مشروع معين حاجه كريتيكال، فهحرص على دي ودي، بس ما ينفعش برضه دي ما احرصش على الانتاج، الانتاج هو الاصل. بالظبط يعني ايه؟ بالظبط. يعني الاثنين مع بعض. تمام. شكرا جزيلا. انا شكرا. العفو. مهندس عمر اتفضل. اتفضل مهندس عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا فندم. هو يعني استكمال للي الباشمهندس كان بيقوله، ان انا برضو اشتغلت مع ناس يعني في مكتبين مختلفين. مكتب كان يعني لو مثلا سماح لو ساعة في الصبح او كده، بس المهم ان الشغل ينجز وبشكل اللي هو الشكل المناسب والشكل المرضي وبالجودة الكويسة. صحيح. ومكتب تاني تمام. كان بيدخل فيها للأسف يعني منظور ديني، ان لا والتأخير وال5 دقايق دي ممكن يدخل عليها خصم نص يوم وخصم يوم فكان الموضوع بصراحة يعني للأسف بترجع برضو لعقلية صاحب المكان أو كده. ساعات بيبقى التفكير إيجابي، وساعات التفكير يعني بينفر حتى الناس اللي شغالة، ويخلي حتى كتير من الزملاء ما عندهمش استعداد إن هم ييجوا المكان أصلا يعني.
كارهينه كارهينه كارهينه. هو كان يعني انا في رايي يعني ان يبقى فيه برضه نوع من المرونه، يعني انا حتى في مناقشه طرحت ان حتى لو مثلا ربع ساعه بلاش، حتى لا نص ساعه ولا ساعه، يبقى فيه سماح. انما كان لا، ده دي كان وغلط وما ينفعش ابدا ولازم يبقى فيه حزم وكده. فانا جاوبت بصراحه ان الحزم ده مش محله، يعني مش المحل بتاع و10 دقائق. طيب والله هي برضو بترجع لعقلية الإدارة ومدى المرونة ومدى الـ يعني قدرتها على استيعاب العاملين. جميل. بص هندسة، يعني بص أنا أقول لحضرتك حاجة، أعرف يعني أصدقاء ليا كتيرة جدا في شركات مالتي ناشونال، كتير منهم أهو موضوع الحضور والانصراف ده ولا موجود ولا في أي حاجة. هو في حاجات معينة يعني لو ما خلصهاش هو دي من غير القصة يعني. تمام. يعني ده موجود فعلا في اكثر من شخص، من مهندس زميل ليا في الشركات دي بيقول، يعني احدهم بيقول لي انا لو رحت الساعه 11 شغلي ولا حد يكلمني، بس مش كده كان عندي كم كبير من الاعمال لازم اخلصه، فهروح 11 هتاخر وهفضل لغايه 9 بالليل. طب وليه؟ لا طبعا، هو الفايده اللي بتعود على الشركه هي الكم، الفايده الاولى هي الكم والجودة. الفايده هي بالظبط الكم مع الجوده فعلا. الله ينور عليك. تمام يعني انت تمام. عملت ايه زي ما انت مهندس عاطف بيقول لنا دلوقتي، انا عامل كي بي اي للناس اللي شغاله معاه، لقى في واحد بيطلع ريكوست واحد في 7 ساعات. تمام. ونظام عصافير وحاجات يعني. شكرا العفو. يعني ايه ما هو ريكوست واحد بيكتبه براحته في يا باشمهندس عاطف، بتضايق على الناس ولا ايه؟ طيب تعالوا نبدا نشوف بقى، نبدا ناخد من القسم للفرد، منزلنا من الشركه للقسم. تعالوا نبدا مع بعض ونشوف كده من القسم للفرد ونشوف ايه ومين هو الفرد ده. الفرد ده وظيفه اسمه مسوق. ايه اللي كده هندسه؟ مهندس احمد؟ جميل. بصوا يا جماعه، علشان انزل للمسوق لازم اشوف حاجه اسمها الجوب ديسكريبشن. هو ايه معيار تقييمي؟ يعني مثلا زي المهندس كده عاطف ما قال لنا، قال لك الناس اللي شغاله دي من ضمن مهامها الوظيفيه هي كتابه الريكوست طلبات مثلا، بريكويرمنتس بالمشكله وات ايفر الريكوست يكون فيه، فمن ضمن اهدافها الوظيفيه. اذا هاجي حاسبه على عدد الريكوردز اللي هو عملها في خلال 7 ساعات او 6 ساعات اللي احنا قاعدينها او 8 زي ما تطلع. فلذلك انت علشان تعرف تحاسب الفرد هيكون مناط الحساب اصلا على ما يسمى ببطاقه الوصف الوظيفي او الجوب ديسكريبشن. عايز اسالكم بس سؤال، حد يعرف كده؟ حد شاف اخبار الجوب ديسكريبشن ايه معاكم؟ يعني ماذا بطاقة الجوب ديسكريبشن الحقيقة؟ ايه رأيكم؟ يعني ماذا تمثل جوب ديسكريبشن بالنسبة لشغلك الحقيقي؟ هل فعلا في شركتك جوب ديسكريبشن متوصفة صح وده هو فعلا أدائك وشغلك ومطلوب منك تماما، ولا في مشكلة في الاتش ار في التوصيف؟ 70% مهندس رمضان. تمام. يعني اشارككم كلكم كده بحيث برضه ناخد فكره الشركات ماشيه ازاي، حتى 20% او 30 وكده يعني عادي في مشاكل ما تصعطف. يعني في بطاقه انت شفتها ما تصعطف عاطف مستمر لقدر الامكان 90%. جميل. بطاقه الوصف الوظيفي او الجوب ديسكريبشن الموجوده عند اتش ار بدايه انت مطلع عليها وهي فيها مفيش اصلا. ما ده اللي عايز اعرفه. انا عارف اني هلاقي ناس بتقول مفيش اصلا 80%. جميل قوي. تمام. طيب فعايزين نقول ان هنا ان بطاقه الوصف الوظيفي طيب زي الفل ده. او يا جماعه مهندس يعني شغل بتاع محاسب واتشار مالها جمال قوي زي الفل، ده معناها هندسه بتزيد خبرات تحتاج لمراجعه.
تمام. فبين والله ان هو من اهدافه، نشوف مع بعض ايه، مش عارف صحيح. مش كده تشوف البروفايل بيحط فيه جزء ان الموظف مكلف باي عمل لدعم الشركه. سيبنا من البند الاضافي ده، هو بند طبعا يعني عشان يعني هو عايز يامن نفسه. بالمهندس عمر بدربت شركات عليه باليمن اغلبها ما عندهاش بطاقه وظيفيه ما شاء الله. انت بتشركه بس صحيح، يعني لما يقول لك تعمل كذا ما بتعملوش، الراجل هو بيعمل محاسب واتش ار، بنعمل ايه تاني؟ احنا بتاع كل ما فيش اصلا سبسكريبشن ما شاء الله عليك. خبرات يا باشا، خبرات صدقني. مش هما قالوا خلاص يا جماعه ان الشركه مالهاش اولاد وما بتخلفش، ولا رجع تاني تخلف؟ ماشي. بقى نقول نتكلم ايه التطوير الوظيفي للمسوق، اجراء تحليل الاسواق. طبعا دي هيبقى هنحط لها كي بي ار، مساعده في انشطه ترويجيه، اعداد العروض الترويجيه، كل دي هتبقى حاجات احنا هنستعين بيها واحنا بنقيس الوصف الوظيفي او بنقيس الاداء بتاع الموظف، بنقيس اداء الموظف من خلال الجوب ديسكريبشن بيأديها ولا لا، هنحط الكي بي ايز على حسب الاداء. تعالوا كده نشوف مع بعض وننزل من فوق بقى، من فوق لتحت. الشركات بتبيع اولادها؟ اه طبعا بتبيع اولادها، يعني اصلا هي مالهاش اولاد هندسه. هو كانت هي كانت بتضحك علينا وتقول لي يا اولاد مفيش شركات لها اولاد اصلا. يلا ربنا ييسر امور ان شاء الله ويرزقنا جميعا كده. بس عبد الله. طيب خلينا نقول كده معنى عام عايز اقول لكم عليه. يعني طبعا العمل مع الشركات أو كلنا عارفين حوار الشركات. طول ما انت بالنسبه لي احيان كتير اصلا انا يعني عايز اقول لكم يعني خبر جديد كده سمعته عن احد الزملاء، يعني واحد مره واحده فجاه تلاقي واحد مدير في مكانه وشغال كويس جدا يروح ليه؟ مرتبه كبير. فجاه كده تلاقي واحد مرتبه كبير مشي. فحته بقى ان احنا نقول بقى ابن الشركه، مفيش حاجه اسمها ابن الشركه، في حاجه اسمها مصلحه بيني وبينك. المصلحه دي اول ما انا حاسس ان انت ما بتحققليش اهدافي وان الشغل بتاعك اللي انت ايوه انت بتعمله يعمله واحد قليل، ما بتدينيش فاليو. بالظبط، ما بتدينيش فاليو. تعمل ايه؟ روح بقى خلاص. في واحد بياخد نص مرتبك وبيعمل نفس العمل اللي انت بتعملها. جميل قوي، تمام. هو بصوا خلينا نقول حاجات احيانا بيحصل من الشركه كده بغباء. يعني ايه بغباء؟ لا فعلا الراجل ده مؤثر ممتاز جدا بفكر هذه كده احيانا، وبيبقى فيه خسارات الشركه مش واخده بالها منها. مثلا مدير تعاقدات كويس، طبعا ده غير انتماء بقى، انتوا مش بتكلموش، لا ده المكان بقى على خساره مباشره، عارفين انه ما بيقفش على حد، ده كلام هم بيقولوه. بس انا بتكلم على ايه؟ ممكن بيخسروا خسارات كبيره، مثلا مدير مشروع قوي او كذا، فانا لا سبته وجبت واحد تاني صغير وخليته مدير مشروع. كم بقى العطله اللي هتحصل؟ كم المشاكل في الجوده اللي هتحصل؟ كم عدم التنسيق اللي هيحصل والتاخيرات اللي هتحصل؟ كل ده فلوس. الله ينور عليك، اخطاء ومشاكل وخسائر، بس هو ما بيحسش بيها. هو بيحس على الفلوس اللي بيدفعها كده، الكاش كده اللي هو شايفها. يقول لك يا عم عادي الخسارات والتوقيفات والحاجات دي بتحصل مع الناس كلها. ما عيب يعني. بلاها بالظبط. او يكون فعلا الشخص ده ما طورش نفسه. فبقى فعلا قيمته هي قيمة شاب صغير أقل منه. فمعلش يعني ساعتها أنا آسف، يعني أنا آسف، يعني العيب عند الموظف ساعتها. طبعا في عوامل إنسانية، كلنا ما يعني متعاطفين مع كل إنسان وكل موظف، لكن من الآخر أنت ما طورتش نفسك، يعني دي مشكلة. لو ده لو فعلا يعني ما طورتش نفسك، بتكلم على الحالة التانية.
في الغالب بتبقى الحاله الاولى هي اللي موجوده والراجل شغال كويس جدا ويتم الاستغناء عنه على طول. احنا قلبنا نكد ليه؟ يلا نكمل. طيب نكمل نقلب. مهندس احمد، انا ما احبش اقلب، ما احبش اقلب حزيني او مهندس احمد قصر. طيب تعالوا كده نشوف طاقات الاداء المتوازن واحنا بننزل بيها من الاداره للفرد. بقى اول حاجه قسم التسويق يبقى فيه ضمان ولاء العملاء وصرف البلد الترويج والعملاء الحاليين. جميل قوي. طيب لما نيجي بقى نرمي الكلام ده على الاهداف قياس الراجل نفسه، فهنلاقي ان المسوق نفسه اول نقطه او اول هدف بالنسبه له متحقق، ان هو يبقى عنده العميل اللي بيشتغل معاك انت بس، يبقى ايه هدف من اهدافي ان العميل بتاعك يبقى عنده ضمان لولائه. اذا الهدف ده متحقق. طب هنقيسه ازاي؟ هنقيسه بنفس الدرجات. انت ماسك منتجين او ثلاثة او اربعة، هنبدا نشوف ضمان ولاء العملاء اللي انت بتشتغل معاه. فلذلك هيبقى طيب. اما الهدف التاني بتاع زيادة السوق مش بتاعك. انت ممكن كمسوق ما تكون مش هتشتغله كمسوق مبتدئ، وان في مدير التسويق مثلا هو اللي بيعمله. طب هنحط لك هدف تاني هو ايه؟ الهدف التاني اللي احنا هنحطه هو رضا العملاء عن شغلك. الناس تبقى راضيه عن الشغل بتاعك. طب في فرق بين ضمان ولاء ورضا؟ الناس تبقى راضيه بدرجه مقبوله. انما الولاء ده يبقى هو مسوق ليك درجه اعلى شويه. ضمان ولاء هناخده بالنت بروموت سكور اللي هو صافي درجه الترويج اللي هو معايا مؤشر، وبرده نسبه العملاء الحاليين الايه؟ العائدين. برضه هنلاقي اللي في الافراد كده كده هندسه تمام. في الافراد برضه نفس الحاجات تماما، بس نفس الكي بي ايز اللي موجوده في القسم هي موجوده في الفرد. انما اختلف الهدف التاني. بقت نسبه رضا العميل عن المسوق، يعني احنا هنتصل مثلا بالناس، يا جماعه المسوق الفلاني احمد علي ايه اخباركم في التعامل معاه؟ ونبدا ناخد عليه مسح كامل كده، ناخد نسبه عنه، عن الراجل نفسه، عن الفرد. عدد الشكاوى اللي هو بيتعامل بيها. احنا كده عشان نقيم اداء الفرد. ندخل على النقطه الثانيه هي العمليات الداخليه. القسم فيه هدفين، ضمان حملات تسويقيه فعاله. انا كفرد لا، ضمان حملات انا مش هقدر ان انا احاسبك عليه. اما انا احاسبك على ايه؟ احاسبك على مجهودك، على الالمام بقدر كبير من المعلومات التسويقيه. فانا عايز منك انك انت تبدا تقول لي او تبقى عندك المام بقدر كبير على المعلومات التسويقيه. طب يا جماعه ده هعرفه ازاي؟ طيب نشوف بس. والنقطة الثانية أنا هاخد محتاج محافظة على تفاعل مواقع التواصل الاجتماعي، يبقى الهدف الثاني هيبقى متحقق، محافظة على التواصل. طب الهدف الأولاني عايز أقيس تحقيقه. هلاقيك المفروض إن في أبحاث أنت بتقدمها على المنتجات. هبدأ أقول لك يا أحمد قدمت لي كام بحث، هعد الأبحاث اللي أنت قدمتها على المنتجات. طبعًا ممكن أكتب مثلًا عايز الأبحاث المعتبرة. لازم حضرتك ما تكتبليش كلمتين وتقول انا بقدم ابحاث، لا انا هحط مواصفات الابحاث المقبوله وهعتبره الكي بي اي اللي بيقيس المامك بقدر كبير من المعلومات التسويقيه اللي بيضمن انك انت بتشتغل تمام. اثنين محافظه على التفاعل، حضرتك عملت كام بوست اسبوعيا؟ هعد وراك واشوفك عشان اقيس ادائك انت. كمان هقيس عدد المشاركات في كل فيديو. الناس بتشارك فيديو بتاعك ولا لا؟ فدي هيبقى هو كي بي اي وهو هو الايه الاوبجكتيفز بتاع او الهدف. ثالث حاجه او ثالث نقطه هي نقطه الافراد والتعلم والنمو. كان عندي هدفين في المؤسسه. لا معلش في غلطه في العنوان، هنا الشركه مش الشركه، هنا الايه قسم التسويق وهنا الايه المسوق. معلش في غلطه هنا في العنوان ده.
دي قسم التسويق وهنا المسوق. الله ينور مهندس احمد، مهاره جميله ان شاء الله. تمام الله ينور. نرجع تاني، فعندي هنا الافراد كان في تنشئه ثقافه التعلم وكان ضمان اتاحيه المهمين. طيب انا بقى في الشخص، طبعا انا مش هقول هحاسب المسوق على ضمان اتاحيه المهمين، لا دي ضيعه. الهدف الثاني مش موجود اصلا، الهدف الاولاني موجود. جميل. طب الكي بي اي ممكن اقول عدد ساعات تدريب بس مش لكل موظف ليه هو، خلاص ماشي. يبقى اول كي بي اي هتشوف تنشئه ثقافه التعلم موجوده عند الشخص ده، عدد ساعات تدريبه. هو هنا بيقول لك نسبه موظفي التسويق اصحاب الكفاءه المطلوبه، يعني هيقيس فرد واحد فهيقدر يقيس نسبه كفاءه الموظف للكفاءه المطلوبه، او كفاءه الموظف نسبه كفاءته المطلوبه، يعني ان هو كفء قد ايه. واضحه النقطه دي؟ ان انا بمسك الكي بي اي واشوف ايه اللي يليق او يشتغل مع الفرد، وبكده هكون اشتغلت من كي بي اي بتاع الشركه ونزلت الكي بي اي بتاع القسم، ثم قررت تارك حاجه بالكي بي اي بتاع الفرد نفسه وان انا احاسبه عليه. كده احنا اتكلمنا عن النقطه الاولانيه وعن بوينت الاولانيه في المحاضره، وهي الكاسكيدنج او الانتقال ما بين المؤشرات الاداء للشركه، ثم الانتقال لمؤشرات اداء القسم، ثم الانتقال لمؤشرات الاداء للافراد. تمام؟ حد عنده سؤال في الفات؟ طيب ندخل على النقطه الثانيه، الا وهي ازاي نمثل او العرض المرئي الداتا فيجواليزيشن للبيانات. طيب جميل. يعني المثال الرهيب اللي هو لوحه التحكم او الداشبورد. الداشبورد ده اللي هو ايه؟ اقول لك مثال بسيط. وانت سايق العربيه عندك عداد للموتور، وعداد للسرعه، وعداد للزيت، عداد للحراره، وعداد ل ايه تاني؟ اربعه هم الاساسيين. والوقود بتاعك، عدد الوقود موجود ولا لا؟ ده بالنسبه لك اسمه داشبورد. فانت واحد سايق مثلا، ففجاه فوجئ ان مثلا الحر عالي، خلاص اقف شوف بقى بنزل فين. نفس الفكره، هو انا صاحب القرار. دي نقطه مهمه قوي. بصوا يا جماعه، كل ما تعلى وترفع تقارير للادارات العليا، حاول تبسط الامور. التفاصيل دي انا وانت نشتغل بيها، يعني في مشروعات مثلا. لما احنا كمهندسين بنشتغل مع بعض، فبنشتغل على ما يسمى بالبار تشارت او الجانت تشارت. يا بار، بتشوف الاكتيفيتيز بقى وحصل ايه، ولما حفرنا حصل ايه، والحفار كان ماله، وبنتكلم مع بعض. لما بنيجي نعرض على الاداره، بنعرض عليهم المايلستون تشارت. ليه؟ الاداره دايما ما تهتمش بالتفاصيل، او الاساسي عندها انك تبسط لها المشكله، توريها المشكله فين. فابسط يعني ابسط شيء يتبسط هو انك توريها له بخلال الرسومات بيانيه، تحطها له في عدد محدود من الصفحات عشان يبدا يتعرف عن المشاكل فين والنتائج وازاي كيفيه العلاج ونقاط الضعف من خلال العرض المرئي او الداتا فيجواليزيشن. كمل كده يا مهندس احمد؟ خلاص ما عادش فيه. طيب ايه البرامج المستخدمه؟ ابسط برنامج واسهل برنامج نتكلم فيه مايكروسوفت اكسل. البرنامج ده برنامج قوي جدا جدا جدا. ناس كتير تدعي ان هي كويسه فيه، وانا لا، في انا شخصيا لسه عندي كتير قوي فيه، يعني في حاجات كتير ما اعرفهاش فيه. برنامج قوي، لكن كتير من الناس متخيل ان هو برنامج سهل. لا لا لا، عشان هو بيستخدم طبعا حاجات الاوفيس موجوده على طول. ايوه ماشي، لكن بيطلع منه شغل جميل جدا جدا.
من الحاجات الهامه يا جماعه ما يسمى بالانتر اكتيف داشبورد. النهارده الشغل بقى الكتروني، مش موضوع ورق وبطبعه لك، لا لا لا، انا بعملها حاجه اسمها انتر اكتيف داشبورد. تمام، هنذكره هندسه، هنذكره الباور بي اي برضه من شركه مايكروسوفت، الله ينور عليك. تمام، طبعا بيزحف فاسيلتي اكبر. الانتر اكتيف داشبورد، بصوا كده على الرسمه اللي قدامنا. النهارده بيقول لك مثلا عندك في شركه بتبيع كمبيوتر ولابتوب وموبايل، فبيقول لك نسبهم قد ايه من المبيعات. جميل قوي. وبدا يقول لك والله دي النسب. طب جميل، انا لو النهارده عايز اخلي نفسي اشتغل على الكمبيوتر بس، و عايز اعرف دي مثلا المبيعات بتاعه رأفت اللي هو الاخير، انا ممكن النهارده ابقى عايز اعرف مبيعات فايند ده، او مبيعات راند، او مبيعات رهوف. فانت بتدوس على واحد يبدا يطلع لك مبيعات تانية. واضحه الفكره يا جماعه ولا مش واضحه؟ عندك خمسه سيلز تحت، ودي النتائج بتاعت واحد من السيلز دول. من خلاله طبعا بتستخدم بيفوت تيبل وتبدا تشتغل. انا دلوقتي عرفت سيلز. طب النهارده ممكن كمان في بعض الانتراكتف اعرف اللابتوب عند الخمسه، يعني اظهر مبيعات اللابتوب عند الخمس افراد. طب عايز اعرف في السنين، طب عايز اعرف المبيعات في المناطق. دي يا جماعه بتبقى اسمها انتراكتيف داشبورد. ليه؟ سهوله الانتراكتيف داشبورد او جمالها وحلاوتها بتتيح ليا اني اعرف السنوات، اعرف المناطق اللي اتباع فيها، اعرف مين السيلز مان اللي باع، اعرف المنتج واقسمه على حسب برودكت. طبعا انا بتكلم على فاريتي واسعه جدا جدا، وبتسيح لصاحب القرار ان هو من خلال البرنامج يبدا يشوف الشغل ده ايه، الحاجه اللي هو محتاجها. فده ما يسمى بالانتر اكتيف داشبورد، وهام جدا. طبعا في برامج ثانيه قويه زي كده باشمهندس ما قال لنا على اللي كده هندسه. اللي هو باور بي اي تبع شركه مايكروسوفت، واضح جدا جدا برنامج والفاسيلتيز بتاعته الجميله والتنوع والالوان لا برنامج مميز جدا. برضه في برنامج تابلو، دي حاجات بناخد يعني فكره عن البرامج دي ونشتغل عليها. ايه اللي كان مثلا؟ ايه اللي برنامج طبعا احنا عارفين الساب. لا لا معلش ارجع بس ارجع الفلت. ايه الساب ده؟ برنامج ERP system. يعني ايه ERP system يقول؟ ERP system يعني ايه؟ مين يقول لي ERP system يعني ايه؟ Enterprise Resource Planning. تمام، برنامج، لا برنامج في كل حاجه مش اخصائي فقط. ده برنامج، لا هو البرنامج احصائي، ده برنامج شامل بيدخل فيه كل حاجه. ساب طبعا واوراكل. فالبرامج دي بنشتغل عليها وبتبدا تطلع بالظبط، نربط بيها جميع الموديولز بتاعتنا، يعني نربط المالي بالاداري بالمخازن، فتلاقي ان الشخص يعني كل معلوماته في كل حته موجوده. فبسهوله جدا جدا من خلال برامج ساب او كيلك ان انا ابدا ان انا اعرف ايه كل المعلومات بتاعتي. طبعا في السعوديه احنا بنشتغل في ارامكو كده، ارامكو عندها السعر تمام. اكيد اكيد الشركه الاماكن الحكوميه قويه بيبقى عندها الموضوع بالظبط، ضبط معلومات طبعا بيبقى هام جدا جدا جدا. يا جماعه الاي ار بي سيستم سواء اوراكل او ساب، ده من الحاجات الاساسيه اللي لابد تكون الشركات الكبيره عندها. اعرف شركات صغيره وعندها الحاجات دي ليه؟ يعني مهم جدا ان اكون بتعرف على كل المعلومات. يا جماعه المعلومه هي اساس القرار. غياب المعلومه يعني 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 بتضيع، بيقيمون عليه، الله ينور عليك. غياب المعلومه يعني يعني بتضيع القرار. انا فاكر ان انا حضرت مره شركه اوراكل، كان ايفنت كده في مصر، فكان الشركه بتقول ان احنا كانت سياستنا في الماضي ان احنا هاو تو سبورت المانجرز. يعني احنا السياسه بتاعتنا او هدفنا كان ايام زمان ان احنا ازاي نسبورت المانجرز، يعني ازاي احنا نبقى مدعم للمانجرز. بعد كده
تغيرت السياسه في الوقت الحالي كان بيتكلموا فيه اعتقد من 8 سنين كده ولا حاجه، فقال لك هاو تو سيف ماني. ايه ده؟ قال لك اه سياستي اسيف ماني. ما توفر المعلومه يا جماعه، توفر المعلومه سيف ماني، ماني وسيف وقت وسيف حاجات كتير قوي، واخد بالك؟ فلذلك الاهتمام بالبرامج دي مهم جدا، اني اشوف كل حاجه عشان اعرف اتخذ قرار في الوقت المناسب. ان احيانا تاخير اتخاذ القرار بيكلفني وقت وبيكلفني فلوس كتير قوي. طب نقلب. طيب الرسومات البيانيه واستخداماتها. بصوا بقى، احنا كنا بنقول ان اهم النقط ان احنا نستخدم الرسم البياني المناسب. يعني انا النهارده لما اكون بعمل كي بي اي نسبه مئويه، ينفع استخدم البار تشارت ده؟ طبعا غلط، طبعا لا. طيب فشريط الرسم البياني اول حاجه البار تشارت نستخدمه في المقارنه بين قيم. عندك مبيعات، عدد منتجات، ممكن فلوس، وعايز تقارن ما بين المستهدف وبين المباع. زي ما احنا شايفين كده، او مثلا قلنا فرع الرياض، فرع جده، الدمام، المدينه المنوره، وبنقارن ما بين المبيعات وما بين المستهدف. بعرف منه انا زايد قد ايه عن المستهدف، انا قليت قد ايه، وبالنسبه لي ده هيبقى هو الايه المقارنه او نستخدمه. ده بيسموه البار تشارت او شريط الرسم البياني، ده بستخدمه وده له اهميه معينه في النقطه. نشوف كده اللي بعده. في حاجه اسمها الستاكت او البار تشارت ستاكت. ستاكت يعني المدمج. ايه المدمج ده؟ اني بخلي الاثنين مع بعض. يعني مثلا انا في اداره وعندي عايز اعرف الستات قد ايه والرجاله قد ايه، ده لو انا بالنسبه لي في اوبجكتيف، زي ما قلنا في اوبجكتيف ان نسبه الستات قد كده او نسبه الرجاله، يعني وات ايفر بقى اللي انا بتكلم فيه. فهبدا ان انا احطهم في نفس العمود، اشوف نسبتهم من خلال اللون البرتقالي واللون الاحمر، مين فيهم اكتر او اقل. ده بالنسبه لي هيبقى احد الاستخدامات بتاعتي. طب ايه تاني؟ الرسومات البيانيه اللي بعرض بيها. البالت جرافز. ايه البالت جرافز ده؟ البالت ده اللي هو الرصاص. يعني بصوا، عارفين البطاريه، شكل البطاريه، هتلاقوا ان انا بقول حرف الاي ده معناه التارجت بتاعك، الاسود اللي جوه معناه انا وصلت لغايه فين. فابدا ان انا اشوف والله انا وصلت للتارجت في الرسمه الثانيه، انا عديت التارجت. يعني مثلا الكوميونتي ساتسفاكشن اللي هو نسبه رضا الكوميونتي، فهنا مثلا ظهرت عندي كام، الرمادي وصل ل 80% منه. معلش يا جماعه، الاسود ده هو الاي اللي هو التارجت اللي جوه، والرمادي اللي بره اللي هو غامق شويه ده اللي انا حققته. فابدا اشوف والله انا حققت كام في الميه من التارجت بتاعي. فده طبعا بستخدمه فين؟ بستخدمه دايما في النسب المئويه او في الكواليتيتيف، ما بستخدموش في الاعداد عشان اقول والله حققت قد ايه من التارجت بتاعي. طيب ايه تاني؟ المخطط النصف دائري او الدايل تشارتس. مرقله، ممكن نسميه مرقله. ده فيه ميزه جميله قوي، زي ما احنا شايفين كده بيوضح لك مناطق القبول اللي هي بيسموها العتبات او الثريشولدز. امتى انا اللون احمر، امتى يكون اخضر، امتى يكون اصفر. وهنا بنبص مثلا على الكواليتي اوف فود سيرفيس، الناس بتوع الطرق اللي معانا، مهندسين بتوع الطرق. نسبه الكواليتي اوف فود سيرفيس 83%. حد هنا طرق يا جماعه؟ مين اشتغل طرق هنا؟ ترفع ايده كده ويقول لنا النسبه دي معقوله ولا اي كلام ولا ايه؟ في حد هنا طرق؟ مفيش طرق، تمام ماشي.
فالمخطط المصري ده ايه ده؟ بشوف منه انا حققت قد ايه، ولا انا بقع في المنطقه الحمراء اللي هي الغير مقبوله، ولا المنطقه الصفراء اللي هي يعني ماشيه، ولا المنطقه الخضراء اللي انا فعلا محقق التارجت ده، من خلال ما يسمى بالدايل تشارت، احد الوسائل اللي انا او الرسومات اللي انا بستخدمها علشان اظهر مؤشرات ادائي بطريقه جيده. نقلب المخطط او بيسموه التشارت الخطي لاين، ده اللي ما بيبقى مهم قوي في اشوف الزمن، بيسموه الترند، يعني انا كنت فين وبقيت فين. فمحتاج قوي ان انا اعرف مثلا، يعني هنبص كده على مصنع من المصانع بينتج اي قطع بقى، ملابس جاهزه، لوحات، وتفر يعني، فبيبص على عدد القطع المعيبه. فكانت في يوليا مثلا كانت 30، وفي يونيو 30، في يوليا 35، في اغسطس 40. لما اجي ابص على اكتوبر الاحظ ان انا بدا يحصل عندي ترند او انخفاض او ديكريز. طب ده يعني ايه؟ معناه ان كان في مثلا اكشن بلان خدتها وبراقب الشغل عليها. فدي بتوضح لي ان انا الحمد لله الخطه او الانيشيتيف او المبادره اللي انا قمت بيها حققت اهدافها. فانت دايما بتتابع الترند بتاعك من خلال اللاين تشارت اللي بيوري لك كنت فين واصبحت فين، علشان تعرف هو في الفتره الجايه ان شاء الله متوقع تكون فين. دايما الترند هدفه الاساسي ان هو بيبين لي الايه الفيوتشر، او تحليل الاتجاه فيوتشر. ماشي يا جماعه؟ طبعا الترند النهارده بقى بيستخدم في حاجات ثانيه السوشيال ميديا على طول، ايه حد يعمل ترند. يعني ايه ترند؟ يعني يروح ماسك فيديو والناس كلها تتفرج عليه، خلاص كده الباشا بقى ترند خلاص، او موضوع معين يشتهر بين الناس. نكمل. احنا خدنا فكره عن بعض الرسوم، بعض الاشكال والرسومات، لكن دي مش كل الاشكال ولا هي دي كل الرسومات. عايزين نتكلم بس على مجموعه ارشادات لما بتيجي تعمل داتا فيجواليزيشن. بدايه اول حاجه تاكد من مناسبه الرسم البياني للبيانات. زي يعني يا جماعه النهارده احنا عايزين عدد ولا نسبه ولا فلوس؟ هم دول الثلاث صور بتوع الكي بي اي، يا عدد يا نسبه يا فلوس. يبقى حضرتك ما تكونش عايز عدد وتروح تقول لي مثلا اللي هو البالت ده او المنقله ما بيظهرش الاعداد. طب انا عايز اظهر عدد، هستخدم بار تشارت، هستخدم كولم تشارت، يعني حاجه عموديه اللي دي بتظهر الاعداد. فانت لازم تشوف الكي بي اي نفسه هو في اي صوره من الصور، وايه الرسمه اللي بتظهره نفسها. يعني النهارده انا عايز مثلا، بص بقى انا مثلا عايز اظهر العجز كام مره، او كام عدد العجز بتاعي عن اللي عن المستهدف. تبدا تشوف والله بار تشارت بيبين لك انك اقل من المستهدف بخمسه بسبعه. البار تشارت هو اهم حاجه بالنسبه لي. ليه؟ عشان بيبين لك انك، بيوضح لك ان هنا في فرق خمسه ما بين اللي انت حققته وما بين المستهدف. فالفكره انك دايما بتدور على اللي بيبرز لك المؤشر، بيوريه لمين؟ لصاحب القرار او للتوب مانجمنت اللي بيطلع على الريبورت او على التقرير. لازم تحط عناوين. الراجل بيقرا، اعتبر دايما يا جماعه وانت بتعمل ريبورت او تقرير انك بتكلم حد من بره المجال. لان احيانا بيبقى بعض الناس مش على نفس، يعني انت شغال مثلا في مصنع فخلاص عارف ان دي بتاعت المصنع. لا لا لا، ممكن الاداره العليا او حد من بره بص على التقرير ما لقاكش كاتب العناوين بتاعت المعيب ولا الكميات المنتجه ولا الشكاوى ولا ايه بالظبط. من الاخطاء يا جماعه ان احنا نبدا مش من الصفر. بصوا كده على الرقم 4 من فوق، نو زيرو بيز لاين، انك تحط لي الصفر بتاعك 35 او 40. غلط. ايه رايكم؟ ليه غلط؟
مين يقول لي ليه غلط؟ حد عارف ليه غلط؟ ليه ما ينفعش ابدا من ليه لازم ابدا من الصفر؟ عشان يكون في مرجعيه لكل بنات، مرجعيه حقيقيه، مرجعيه الصفر يا مرجعيه حقيقيه، لما مرجعيه 35 دي ايه؟ يعني زي على 35 على 10؟ جميل، كلام صحيح. ما ينفعش الصفر يا قاعده الانطلاق، الله ينور عليك. الصفر يا قاعده انا بتكلم مع عليها وبقارن ما بين البدايه او الديتم بتاعي او البيز لاين بتاعي، البيز لاين بتاعي هو ما فيش صفر. حتى انت بص على حاجه، انت لو بصيت من بعد ال 35 هتلاقي الفروقات مثلا كبيره، بس انت لو عاملها من الصفر ممكن تلاقي ان الفروقات قليله. يعني انت العمود لما هتلاقي عامله كبيره هتلاقي ان الفروقات بسيطه لو من الصفر، انما لو من 35 او 40 شوف الفروقات، هتحس الفروقات كبيره. لا لا، الكلام ده غلط. لو انت واخدها من تحت من الصفر ممكن تلاقي ان الفرق بالنسبه للعمود الطويل اللي جاي من الصفر فرق مش كبير، انما انت لما تشوفها كده لا ده الفرق كبير. فهنا لازم المحور بتاعك يبدا من الصفر، دي مهمه. النقطة برضو المهمة عدم المبالغة في استخدام الألوان الكثيرة. يعني معلش يا جماعة ما نجيبش الناس عامة ألوان. استخدام الورق الكثير أو دي برضو من الحاجات الوحشة قوي، اللي هي الألوان الكثيرة تبدأ تشتغل لهم ألوان كثيرة، لا طبعا بيبقى مشكلة. يعني بينصحوا الخبراء بالظبط، فرح لهم، بينصحوا من يعني أربع أنواع من الألوان، أربع ألوان مش اكتر من كده. يعني حاول على قد ما تقدر اربع الوان، ليك كتير خمسه، دي ارقام كده بسيطه، بحيث ان انت يعني طبعا انا بتكلم على كائنات ضخمه ممكن توصل لخمسه، بس رقم كبير برضه. البعد عن الخلفيات الداكنه زي الايه الشكل الثالث اللي احنا شايفينه ده. الخلفيات الداكنه دي مش ظريفه، مش محببه، حتى بتعمل يعني ايه يعني تشاؤم، يعني او اظن لا تشاؤم طبعا، بس يعني بتكلم عن ايه؟ يعني حاله كئيبه. لا انت في الغالب حاول تقرب دايما من الخلفيات الفاتحه. البقره قال لنا الصوره النظريه صح تمام. الامور هي امور ذوقيه، احنا بنقول شويه عامه وفي الاخر هي امور ذوقيه، ما نقدرش نمسكها كويس. تمام. عدم استخدام خريطه الفطيره، مش عارف اترجمها ايه والله، ترجمتها الفطيره اسمها الباي تشارت. لما ده سؤالي ليكم، ليه الباي تشارت ما تنفعش للكي بي اي؟ هي تنفع للبيانات، واحنا عرفنا الفرق بين الميجرمنت او البيان والكي بي اي. ليه يا شباب ما ينفعش الباي تشارت للكي بي اي؟ مين يقول؟ عارفين الكحكة أو الفطيرة اللي احنا غير واضح للنسب؟ لا ممكن نكتب النسب تصدرها، ممكن نكتب النسب، مش دي المشكلة. مش الكي بي اي اللي هتارجت يا جماعة، هنحط التارجت ازاي في الفطيرة؟ الكي بي اي ما ينفعش في موضوع الفطيرة أو الكحكة، فانت محتاج تحط تارجت مش هتبين المستهدف اصلا. انت مش هتقول لي بقى احط المستهدف ازرق، انت كده هتضيع الدنيا. تستخدمها في الكواليتي بيرفورمانس، والله حسب الاداء الهندسه. يعني مثلا انا ممكن لو عندي مبيعات فروع احط الفروع تقيس عدد الاي ار. تمام، بس مش هتعرف تقارنها بمستهدف. انت ممكن بس تاخدها تقول والله الاداره الفلانيه عملت قد كده والاداره الفلانيه عملت قد كده ماشي، بس انت مش هتستخدمها يعني مش هتعرف تقارنها بمستهدف. الريجكتد والابروفد ماشي ماشي، انت المفروض بس انت مستهدف قد ايه ابروف ومستهدف قد ايه ريجكتد. ما علينا،
هي اشارات عامه لفكره ان الكي بي اي ليها مستهدف بس، لكن عرفت تستخدمها. بص يا جماعه، هي دي الاداره، دي ارشادات معهد الكي بي اي انستتيوت، بس مش قران، مش حاجه منزله. لو انت مش لا يعنيك وضع المستهدف هستخدمها كبيان. انا ما اقولكش الباي تشارت لا، ليها فوائد كبيره واضحه من الفكره، بس انا بقول ان هي ما تنفعش عشان الهدف ده. طيب في رقم 7 ما تستخدمش الثري دايمنشن. ليه؟ مين يقول؟ ليه ما نستخدمش الثري دايمنشنز؟ شكلها حلو حتى وشيك. ايه، محدش عنده حل؟ ولا انتوا شكلكم بتستخدموا مش الثري دايمنشنز؟ ثلاثية الأبعاد. ايه يا جماعة؟ حدش عندها إجابة؟ مش واضحة في الطباعة. لا تبقى واضحة هندسة عادي. ليه 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 صعبة في الفهم في الفهم أونلاين؟ ليه ليه؟ يعني في فين المشكلة؟ حاجة تدوس على المشكلة، أنت لو دوست ده معاك. لا ما يبينش قاعدة مطلق، لا ممكن احط الصفر تحت عادي. ثري دايمنشن عادي. ما يبينش البيان نفسه. يا جماعة بصوا، بيبقى هي القصة في ايه؟ انت عامل ثري دايمنشن بالظبط بالظبط ببساطة طبعا، الله ينور عليك. بالظبط لا، انت مثلا عندك 30، فانت مش عارف ليه ما بين ال 30 وال 40، هتلاقي نفسك كده مايلة وانت مش عارف هي 30 ولا 40. طبعا احنا ممكن نحط بقى الواحد واحد طبعا هيقول. وعايز اقول لكم ان انا يعني وانا باخد الكورس بتاع الكي بي اي من زمان، يعني قلت التعليق ده، ما انا ممكن احط الليبل ماشي، بس انت بتسحب الدنيا. انت ممكن تحط الليبل او تقول ان ده 30 او ده 40 او ده 50 او صفر يعني. فالفكره هي ان هو مش مفضل. ليه؟ للبساطه اللي قالها محمد، مهمه قوي. والنقطه الثانيه ان هي ما بتبانش هي 30 ولا 35، لان انت عندك الموضوع مايل. غير بقى لما تكون 2 دايمنشنز وانت حاطط البار بتاعك شارت واصل ال 30 او واصل ال 65 او ال 40، يبقى ايه الامور بسيطه جدا وسهله. طيب برضه من الحاجات انت ما كتبتهاش اللي هي الجريد لاينز، انك تعمل شبك 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 وتحطه في الشكل ده. طبعا ده يعني مشكله كبيره جدا، يعني بتعمل، عارفين استجماتيزم، الانسان اللي بقى عنده استجماتيزم او عنده كده ما بيعرفش يشوف الخطوط الافقيه من الراسيه، ازدحام. زي برضه الاوفر كراودد، يعني حاجه مزدحمه جدا فيها بيانات كتيره. كل ده يا جماعه حاجات مرفوضه وما ينفعش ان انت تحطها، او دي ارشادات لما تيجي تعمل الداشبورد بتاعتك وتشتغل عليها بتكون هي الارشادات بتاعتك. في النهارده اتكلمنا عن نقطتين، اتكلمنا عن الكاسكيدنج، ازاي انك انت بعد ما عملت الكي بي ايز وعملت البالانس سكور كارد وطاقه الاداء المتوازن، ازاي تنزلها على الاقسام والادارات وبعد كده تنزلها على الافراد. اتكلمنا على الفيجواليزيشن، ازاي انت بتشتغل البرامج، اهم برامج بتشتغل عليها وايه اهم الشفتات اللي بتشتغل عليها وايه الارشادات علشان تبقى معاك او تشتغل تظهر بياناتك اظهار قوي تستفيد به الاداره وتعرف تاخد قرار من خلال الفيجواليزيشن او الداشبوردز ولوحات التحكم اللي بيتم عملها في التقارير. بكده بقى يبقى ان شاء الله الحمد لله انتهت المحاضره الثامنه وانتهت الدوره التدريبيه مع الكي بي اي. اتكلمنا في الكورس بتاعنا على مجموعه نقاط، اتكلمنا عن بطاقات الاداء المتوازن، اتكلمنا عن الدليل المنطقي، اتكلمنا عن مراحل عمل مؤشرات الاداء، اتكلمنا عن ايه مؤشر اداء، يعني ايه اهداف، يعني ايه فيجن، يعني ايه ميشن. اتكلمنا عن انواع الكي بي ايز، سواء كانت فعاله، سواء كانت كفئه، سواء كانت ليد او لاج، متقدمه متاخره. اتكلمنا عن الداشبورد النهارده، واتكلمنا عن كاسكيدنج. فدي كانت دوره الكي بي اي او دوره مؤشرات اداء الرئيسيه. ربنا يجازيكم خير، رب يكرمكم، سعدت بيكم جدا. وعايز اقول لكم على حاجه بس قبل ما انهي،
ان شاء الله عايزين يعني على قد ما نقدر نحن نحيي الجروب بتاعنا، لان زي ما قلت لكم العلم ده اللي احنا عملناه ده كله بدايات، والاخر التطبيق دايما هو اللي هيكون افضل. ربنا يسره ان شاء الله كله بامر الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن كل فتره ان شاء الله نعمل زي لقاء كده، ممكن ان شاء الله نقترح اقتراحات، نعمل حاجه الاقتراحات النهارده ونشوف ايه الاقتراح اللي ممكن نشتغله مع بعض. ان شاء الله في محاضره جاهز، في محاضره محتمله عشان بس نكون مع بعض، في محاضره محتمله، المحاضره دي على نظام لقياس البرفورمانس اسمه الـ OKR Objective and Key Results. السيستم ده هو نظام مختلف عن نظام الـ KPI. النظام ده أنا ما اشتغلتش فيه ومعلوماتي فيه قليلة، لكن أحد أساتذتنا الكبار يعني اقترح علي أن احنا نتكلم عنه، ربنا يبارك فيك يا رب. فأنا إن شاء الله بعون الله حاول أقرأ فيه، لو لقيت في ماتيريال كويسه هكتب لكم في الجروب على موعد المحاضره الاضافيه دي اللي هي محاضره عن سيستم الاوبيار. لو ما متوفرش هكتب لكم برضو ان انا بعتذر، لان انا يعني ما جاليش ماتيريال كويسه اقدر ان انا نوصلها لكم ان شاء الله. ربنا يجازيكم خير، وانا سعيد بيكم جدا 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 جدا، ان شاء الله دايما هنكون مع بعض في الجروب، ويا ربنا يكرمكم رب. وانا سعيد يعني بحضوركم معايا، الحمد لله يعني 67 واحد النهارده، يعني حاجه جميله والله، حاجه جميله انكم استحملتوني، يعني الحمد لله يعني ما قالوش عن 67، الحمد لله. جزاك الله كل خير، ربنا يبارك فيكم كلكم والله، انا اللي سعيد بيكم كلكم، وربنا يجازيك خير. مهندس محمد يوسف، مهندس محمود عبد السلام، مهندس محمد تهامي، مهندس عمر حسن، مهندس عبد الرحمن، عبد العزيز، مهندس تامر، بركات، احمد طلعت، سلمى خلاف، محمد الغندور، مصطفى مرعي، محمد التهامي، مصطفى شريف، محمد إبراهيم، تامر بركات، ريهام أنور، محمود عبد السلام برضو، عبد الرحمن عبد العزيز، محمد عادل، وليد حسين، صابر صبري، أبو علم. ما مش هيستحملنا جروب واتس يا هندسة، احنا اصلا فوق ال 2000. بلال، عمر، علي ركايبي، عبد الوهاب، ياسر يحيى، مهندس ياسر حبيبي، محمد الليثي، صبحي ياميري، ابشر، عاطف حالي، عبد الرحمن، مصطفى بسيوني، رمضان، سيد رزق، هند، محمد جد الله. تمام، شكرا ليكم، اشوف بقى حد تاني قال ولا لا. حد متولي سيدرس البي دي اف في المحاضره 7 و8 موجودين يا جماعه في الجروب، هتدوروا يا جماعه. طيب خلاص ان شاء الله، حاجه جميله، ممكن كل شهر نناقش فيه كيس ستادي كي بي اي، او خلاص نشوف كده موضوع. الله يكرمك يا باشمهندس مصطفى، ربنا يكرمك يا باشمهندس محمد التهامي، ربنا يبارك فيك يا رب، انا بحبك والله. انت الله يكرمك يا استاذ درار، انا استفدت منك جدا والله، انت راجل كنت ضخم كبير انت وكل زملائك في الكورس. طيب هيبقى في موضوع كده ان شاء الله ربنا ييسرنا امور، ممكن كل شهر كده نعمل زي لقاء على الفيسبوك، هنشوف كده ايه الاليه اللي احنا نشتغل بيها، او نعمل زي لقاء كده، لقاء شهري بس ننظمه كده ونتكلم فيه عن كيس ستادي، نتكلم فيه عن موضوع معين ونشوف آراءكم فيه. طيب خلاص هنقرر، هشوف كده الميعاد الكويس. المهم صديقي محمود غنيم، اهلا، العفو يا فندم، خلاص والله ان شاء الله يعني يوم يومين كده اظبط شهاده الحضور، الناس بقى اللي معاك هم يظبطوك في شهاده الحضور. طبعا كل الشكر ليهم، كل الشكر للمهندس احمد حسام، مهندس عمر سليم، ربنا يكرمكم يا رب ويجازيكم، الله يكرمك يا مهندس، ويا رب يجعله في ميزان حسناتكم. واستعدت جدا 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 بالعمل مع بيم ارابيا، المهندس عمر سليم اللي جمع الناس الحلوه في
البيم يعني ده اصل البيم يعني الناس كلها بتقول عليه هو التوب يعني. والله لا ربنا يكرمه يا رب قمه التواضع معانا قمه التواضع ربنا يكرمه ويجزيه خير الله يكرمه كل يعني كل ما اطلب عاوز اوفر هو الله يكرمك سيدي على طول ربنا يجزيك خير يا رب ويرفع قدرك كده ويرفع قدركم كلكم جميعا يا رب ونلتقي دايما على الحاجات الجميله دي الحاجات اللي ما تتنسيش. لا يا باشا مهندس عاطف انت حبيبي يا باشا هنسني على بعض براحتنا عايزك على مهندس عمر سليم طبعا تمام تمام الله ربنا يكرمك يا رب جزاك الله كل خير نلتقي في مش عارف مش عارف مش عايز اقفل بقى يلا هنعمل ايه ان شاء الله الجروب هننزل في حاجات كويسه وهنعمل لقاء شهري ونشوف كده ايه ان شاء الله يبقى في حاجه اعتقد لقاء شهري مش هيبقى كتير يعني مش هيبقى كتير لقاء ونتكلم فيها مواضيع مهمه كتير قوي في عايز اقول لكم في حاجات كتيره ممكن مثلا انزل لكم فيديو ونسمعه كلنا ونتناقش فيه بعدها يعني في افكار كتيره قوي مش عايز اقول لكم المجال واسع فوق ما تتخيلوا صدقوني والله مجال واسع جدا 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 وفي ابحاث غير طبيعيه فان شاء الله مع بعض كده نغوص مع بعض في المجال كله ان شاء الله جزاكم الله كل خير ألقاكم على خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله شهادات الحضور يعني هي لما بتتأخر بتاخد أسبوع هتتنشر إن شاء الله على صفحة بيم ربيع على الفيسبوك. بالنسبة للمحاضرة الإضافية لسه هنشوف الباشمهندس إن شاء الله يشوف لنا هاي حد